أيها السادة والسيدات، نرحب بكم في هذا الموعد المتجدد من دردشة. وكما أعلننا عن حصة اليوم، ستكون حول مكانة الفلسفة في العالم العربي والإسلامي بين تجاذبات الماضي وتحديات الرهن. هذه الحصة التي تأتي أيام قبل اليوم العالمي للفلسفة المصادف للثامن عشر من نوفمبر من كل سنة. في البداية كتب أحدهم يقول: هل ماتت الفلسفة حقا كما أعلن ستيفن هوكينج؟ يقول: لقد حملت الفلسفة على عاتقها منذ القدم مهمة البحث عن الحقيقة والخوض في شتى مباحث المعرفة، فكانت الفلسفة هي أم العلوم وأبوها، وكان الفيلسوف مرادفا للعالم، أي الإنسان صاحب العلم والمعرفة والحكمة. ذلك كان حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما بدأت الثورة العلمية تأخذ منحا جديدا وتتسارع وتيرة اكتشافاتها بشكل غير مسبوق، بداية من نظرية داروين في علم الأحياء، مرورا بسيغموند فرويد وتأسيسه لعلم النفس التحليلي، وصولا إلى فيزياء أينشتاين ثم ميكانيك الكم. فبدأت شمس الفلسفة في الأفول تدريجيا، وأخذت تفقد تلك العجوز هيمنتها على آليات المعرفة لصالح العلم التجريبي، ذلك الشاب الجديد الواعد الذي بات يسيطر على الساحات الأكاديمية في مختلف المجالات. وأخيرا قبل سنوات أعلن الفيزيائي البريطاني الشهير ستيفن هوكينج في مفتتح كتابه التصميم العظيم بجرأة، حيث قال أو أعلن عن موت الفلسفة. وقد تردد صدى تلك المقولة بكثرة على ساحات الباحثين والأكاديميين بين مؤيد ومعارض، هل ذهبت الفلسفة حقا إلى مثواها الأخير أم بالغ هوكينج في تقديرته؟ إذن قبل أن ندخل في صميم البحث عن مكانة الفلسفة اليوم بين تجاذبات الماضي وتحديات الراهن، هناك الكثير من المحاور التي نريد أن نتناولها في حصة اليوم. في البداية نرحب بضيوفنا ممثلي مكتب الواد الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، كل من البروفيسور عبد الفتاح سعيدي، أهلا بكم سيدي أمين عام وأستاذ في الفلسفة، كذلك الدكتور حوري بديع الزمان وهو رئيس المكتب الواد أستاذ في الفلسفة، مرحب بكم سيدي الكريم. أهلا وسهلا. وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن جوادي، أيضا أستاذ فلسفة وعضو في المكتب، مرحب بكم سيدي الكريم. كذلك معنا الأستاذ عبد الغني عونات، أستاذ فلسفة ومفتش تربوي متقاعد، مرحب بكم سيدي الكريم. شكرا سيدي العرب. إذن نرحب بكل من التحق بنا للتو. قبل أن ندخل في موضوع الفلسفة ومتاهاتها، نريد أن نعرف هذا المكتب، مكتب الواد للجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، ونعرف به بأهدافه ونشاطاته. من سيتحدث عن هذه النقطة بالتحديد؟ تفضل سي بديع الزمان حوري رئيس المكتب، تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأستاذ العربي على إتاحة هذه الفرصة، أول طبعا فرصة للحديث في هذا الموضوع أو في موضوع الفلسفي هذا. طبعا الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية هي جمعية وطنية بالأساس، تأسست يوم 25 جوان 2012، مقرها الجزائر العاصمة. أما الفرع، فرعها في الواد، تأسس سنة 2017. طبعا وهي جمعية ثقافية فلسفية بالأساس. صحيح. يرأسها الأستاذ المحترم الدكتور عمر بوساح، وهو أستاذ بجامعة الجزائر. يبذل طبعا، صحيح، تحياتنا له لأنه يتابعنا على ما أعتقد. نعم، يبذل مجهودات جبارة في سبيل ارتقاء الفكر الفلسفي في الجزائر. صحيح. هذه طبعا الجمعية من بين أهدافها هي تحريك المياه الآسنة في الساحة الجزائرية وتنشيط الفكر الفلسفي في الجزائر، وإتاحة الفرصة للمبدعين والباحثين في المجال الفلسفي للتعبير عن آرائهم وأفكارهم. كذلك
من بين المساهمة في إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تعترض المجتمع الجزائري، مثل مشاكل اللغة العربية، الفرنسية، الأمازيغية، مشاكل أخرى، قضايا تاريخية أو قضايا تاريخية فيما يتعلق بالهوية أيضا، أو مسائل أخرى دينية وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة في رسم الخطوط العريضة للمجتمع الجزائري المنشود الذي يتوافق مع أصالته ويستفيد من تجارب الشعوب والحضارات الأخرى، بالإضافة إلى شق آخر يتعلق بالثانوي وهي مساعدة ومرافقة طلبة البكالوريا في الثانوي. هذا طبعا بكلمة موجزة عن الجمعية الجزائرية. وهالمكتب الواد يعني بدأ نشاطه الفعلي من 2017 حتى اليوم 2021، هل هناك ندوات وقيمة أو شيء من هذا القبيل؟ نعم، الأستاذ عبد الرحمن هو طبعا مكلف بجمع وهذه المسائل تتعلق بالجمعية. الجمعية، تفضل الأستاذ عبد الرحمن جودي. طيب، مساء الخير أخي العربي، مساء الخير الجمهور اللي يتابعنا من كل مكان، مساء الخير ومساء خاص للدكتور عمر بوساحة، مساء الخير أساتذتي الأكارم. المكتب ولاية الواد للجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية هو مكتب عن أو فرع عن الجمعية الأم اللي هي الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية بالجزائر. هذا المكتب أسس في مكتب الولاية أسس سنة 2017 ولكن برئاسة الدكتور عبد الناصر قاسمي، لكن للأسف لم يكتب له أن قام بأي نشاط. أعيد وتجديد هذا المكتب في 17 فبراير 2021، وقام بمجموعة من النشاطات من بينها لقاءات خاصة في عدة ثانويات في مختلف الولاية، من بينها في دائرة الرقيبة، في دائرة الطالب العربي، في دائرة الدبيلة. قام أيضا بتقديم عدة لقاءات خاصة بمقابل الدكتور حوري والدكتور سعيدي في جنان الصبات مؤخرا. نعم، بيقمار. أيضا ما قام به الدكتور جنان الصبات في الواد، عفوا، ما قام به الدكتور عبد البار عبد الحفيظ في لقاء كبير حول فلسفة البيئة والتحولات الكبرى، كذلك اللقاء الذي قام به أيضا حول بداية ميلاد فلسفة المناهج. هناك الكثير من النشاطات الأخرى مسطرة نسعى لتحقيقها ولإنجازها ولإخراجها على أرض الواقع، نتمنى تحقيقها إن شاء الله في القادم إن شاء الله. فقط نضيف بعض الأهداف الأخرى الخاصة بالجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، هو أنها هي فضاء خاص للمشغلين بالفلسفة والفكر في كل أرجاء الوطن. كذلك أن هذا من أهدافها أيضا محاربة الجمود الفكري والتخلف الثقافي الذي ساد على الفكر الجزائري عدة قرون. كذلك أن دعم التعاون مع كل الجمعيات الوطنية والدولية من أجل الرقي بالثقافة والفكر والإنسان بصفة عامة. خلينا نقف على نقطة اللي قبل هذه، الجمود الفكري. الجمود الفكري والأيديولوجي الذي جثم على الحياة الثقافية في الجزائر عدة قرون. هذه من النقطة، هذه يعني في الحقيقة تستحق يعني نقف عندها. هذا الجمود الفكري، لأن كثير من تساءل، وربما حتى المستشرقين كتبوا الكثير عن العقل الإسلامي والعقل العربي، واتهم بأنه محنط وأنه ما يفكرش وأنه كذا، حتى أن فيها يعني تميز الإنسان الأوروبي. مثلا في دراسات أرنست رينان مثلا في كتاب ابن رشد الرشدية، يعني يتهم العقل العربي هذا والعقل السامي بالمقارنة مع العقل الأوروبي بأنه عقل يعني لا يبدع ولا ينتج يعني. وكثير من مازال يردد مثل هذه المقولات، وإحنا في الحقيقة أنا يعني سواء كنخبة أو مثقفين أو كإعلاميين مازال حاسين باللي راه هناك نوع من الجمود والركود على المستوى العقلي. الآن يعني أنتم كجمعية كيفاش يمكن أن ترفعوا هذا الجمود الفكري هذا، كيفاش تديروا مثلا؟ جيد، نقوم بذلك ب ممكن نقطة الأخ العربي ندخل بك حول قضية النشاطات الجمعية ابتداء من 2017 لما بدأت. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية عطرة للأخ العربي بريك منشط هذه الحصة، وتحية للزملاء الأساتذة الذين سوف يشاركوننا في هذا النقاش الحيوي، كيف لا وهو
هو يتناول مواضيع فلسفية. أكيد. والفلسفة بطبيعتها مادة مغناطيسية ومادة حوارية تترك الإنسان يفكر وتتركه يتأمل وتتركه يصل إلى حقائق الأشياء وإلى أعماقها. أكيد. في الحقيقة أنا أعتبر شاهدا على تأسيس الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية منذ جوان 2012 وكان مؤسسها دكتورنا الفاضل البروفيسور عمار بوساحة ونائبه الدكتور البروفيسور محمد جديد، وكان آنذاك هو المشرف عن رسالة للدكتوراه، فبمجرد تأسيسها أرسل إلي رسالة وقال لي بأن لدينا جمعية فلسفية ونريد أن يعني تشاركوا معنا، ولها مجلة، يعني مجلة هذه تنشط أول عدد أصدرته في سنة 2012، وأنا شخصيا يعني نشرت فيها أول مقال، يعني في أول عدد. صحيح. هذا المقال مجلة اسمها مجلة دوريات دراسات فلسفية. دراسات فلسفية نشرت فيها في أول عدد مقال بعنوان دور الكوجيتو ديكارتي في نشأة العلم الحديث. ثم بعد ذلك قمنا في سنة 2017 بتأسيس المكتب هنا في الوادي، وكان الأستاذ قاسم عبد الناصر هو الرئيس، وكنت أنا الأمين العام آنذاك، وقمنا بنشاطات يعني ربما الأخ عبد الرحمن يعني لا يذكر هذا، لكن أنجزنا أول يوم دراسي كان في 19 أفريل 2017، هذا اليوم هنا في الوادي في جامعة الوادي، يعني قمنا بنشاطات على مستوى جامعة الوادي، يوم دراسي وكنت أنا رئيسا لهذا اليوم الدراسي بعنوان الهوية الجزائرية، وتناقشنا حول هذا الموضوع. ثم في السنة التي بعدها حولنا هذا الموضوع بعد أن لقينا استحسانا ولقينا مشاركة كبيرة يعني ومراسلات، حتى أن بعض الإخوان التوانسة أرادوا أن يشاركوننا في هذا اليوم الدراسي، فحولناه إلى ملتقى، وكان في 27 نوفمبر في سنة 2018. يعني وكنا مقررين حولناه إلى ملتقى وطني. صحيح. يتناول عنوان ذلك الملتقى وكنت أنا رئيسا له كذلك بعنوان الهوية بين التأويل الإيديولوجي والفهم العقلاني. جميل. كان عنوان هكذا، ويعتبر يعني هذا من أهم النشاطات التي قمنا بها على مستوى يعني الجمعية الجزائرية بالتنسيق مع كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. صحيح. لجامعة الوادي، وكنا مقررين أن نحول هذا الملتقى إلى ملتقى دولي، لولا أن جاءت يعني حراك 22 فبراير فتوقف النشاط، ثم جاءت بعده يعني كورونا، جائحة كورونا. لذلك فإن الفترة يعني من 2017 إلى 2020 بعدما قمنا بتجديد المكتب يعني فيها بعض النشاطات، ولكن يعني أهم نشاطاتنا كانت أكاديمية وعلى مستوى الجامعة، بينما الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية كما هو معلوم أن نشاطاتها ليس فقط على مستوى الجامعة، وإنما داخل الجامعة وخارج الجامعة كذلك. جميل جدا. هذا الذي يعني داخل الجامعة عادي، يعني في إطار أكاديمي في إطار علمي، يعني يفترض أن يكون هذا، لكن تفعيل الفلسفة خارج دائرة وأسوار الجامعة، هنا نأتي إلى ما كنا بصدده آنفا، هو أن من نشاطات الجمعية ومن أهدافه هو رفع الجمود الفكري والإيديولوجي يعني الموجود. نعم. في المجتمع. هذه النقطة إذا كان ممكن يعني توضح لنا. وهنا يمكن الحديث أنه التعريف بأعلام الفكر الجزائري والعربي ولما العالمي حتى. وربما هنا الدكتور عمر بوساحة في 2012 كما يعرف الأستاذ سعيدي قام بوضع مقياس جديد في الفلسفة وسماه فكر جزائري. فكر جزائري. نعم. للتعريف بهؤلاء الأعلام بداية من القدامى من أبوليوس وأوغسطين، ثم مرون إلى الثعالبي والأخضري، وصولا إلى عبد الله شريط أركون وغيرهم، مالك بن نبي. نعم. مالك. صحيح. بن نبي. نعم. أستاذ الأجيال كما يلقب. من أجل تعريف بالأعلام. نعم. في الماضي والحاضر. نعم. هذا مليح. نعم. وبالتالي وإعطاء صبغة بأنه الفكر الجزائري ليس فكر معناه ذو اتجاه واحد، بل تطور عبر مراحل. صحيح. والفكر الجزائري خاضع لتطورات سياسية وتطورات ثقافية ولما حتى تطورات أخرى. وبالتالي من هذا الفكرة كذلك
من أهم الأهداف الأخرى التي تم وضع هذا ضمن برنامج الجمعية الجزائرية للدراسة الفلسفية هو أيضا السعي اللي جعل الفلسفة مكونا أساسيا في الثقافة الاجتماعية، لأن اليوم الفلسفة ينظر إليها بمنظار شائع ومنظار يومي ومنظار خلينا نقوله رجعي. صحيح، يعني النظرة للفلسفة ما زالت نظرة فيها كثير من الضبابية، وللأسف يعني منش عارف، رغم أن الفلسفة كما أتينا وكما هو معروف وكما يدرس يعني أنها أم العلوم، ولأن المهد نهضة الفكر الإنساني بدي مع الفلسفة أو الحكمة، قد نختلف في التسميات لكن الحقيقة واحدة. الآن نشوف كيفاش يعني هذه النظرة السلبية وأحيانا التهكم الفلسفة، يعني حتى نقوله في نتحثوا في ما بين الناس يقول لك يتفلسف، يعني حتى نعدوا حتى في الأفلام والمسلسلات المصرية يعني نسمع بها، يعني في الواقع المعاش اليومي يعني الإنسان يكثر من البحث والحفر وكذا يقول لك تتفلسف، وأصبحت تعني هذاك المعنى تاع الإنسان يدور في حلقة مفرغة، والإنسان يعني كما نقوله إحنا يعني كأنه يعني يغرد خارج السرب. ليس كذلك أستاذ عبد الغني؟ نأخذ الأستاذ عبد الغني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد جدا بحضوري مع الأساتذة، وخاصة أستاذي السعيدي الفتاح اللي أشرف على رسالة الماستر في جامعة ورقلة. كما نشكر قناة قناة التحرير كويت تي في وكل المشاهدين الذين يتابعون هذه القناة. بالنسبة لهذه إشكالية كبرى سي العربي بخصوص الفلسفة ونظرة العامة للفلسفة، أكيد العامة حتى الأساتذة هم أدرى بهذا. نظرة العامة هي نظرة سطحية، أكيد. نظرة نفعية. وهذه النظرة النفعية، العامي عندما يروح للخباز يعطيه خبز، عندما يروح للطبيب يعطيه فحص، عندما يروح للبني يبني، عندما يروح للنجار يعطي. الفيلسوف ماذا يعطيه؟ ماذا يعطيه الفيلسوف عند العامل؟ يعطي شيئا، وبالتالي ما يعطيش حاجة مادية، مربوطة بجانب مادي نفعي، جانب مادي نفعي. كي نظرة الطفل الصغير، لو شاهد طفل صغير سباق نتاع سيارات، السيارة اللي جت الأولى هي السيارة حمراء، يعتقد كل سيارة حمراء هي قوية، لا يدرك بأن السيارة هذه تمتلك محرك، تمتلك علبة سرعة، تمتلك كذا، تمتلك. لا يحل هذه الأمور. حتى عامة الناس نظرة على الفلسفة هي هذا النظرة السطحية. إضافة إلى هذا الجانب التاريخي الذي طارد الفلسفة منذ القديم إلى يومنا هذا. صحيح. الفلسفة ارتبطت بعدة مساوي عند في تاريخنا العربي والإسلامي، يعني ارتبطت بباب الإلحاد، ارتبطت بالزندقة، من تمردقة من تزندقة. صحيح. حتى من الأحلام تاعنا في الكبار الفلاسفة بن صلاح يقول راهي الفلسفة راهي شر وجناح حتى على المنطق. صحيح. قال لك المنطق شر، لأنه ابن صلاح المحدث هذا يتحدث عن المنطقة الفلسفة، المنطق هو مدخل الفلسفة، وهذا المنطق شر لأنه مدخل الفلسفة فهي شر. صحيح. وبالتالي كل مدخل مدخل للشر فهو شر. صحيح. وبالتالي من الناحية التاريخية ارتبطت الفلسفة بهذه الأوصاف. صحيح. هي للزندقة، هي للإلحاد، هي كذا، هي كذا، يعني أخذت هذه النظرة السلبية وأصبح من تفلسف تزندقة، وأصبح من تمنطق تزندقة. صحيح. وأصبحت الأمور الفلسفة والشك يؤدي للكفر. نعم. صحيح. صحيح. في ذات السياق دكتور تفضل. أريد فقط أن أضيف من أسباب ظننا دخلنا في العمق المحور تربو نخلوه في الأخير. صحيح. من أسباب طبعا نبذ الفلسفة وعدم اهتمام بها، هناك أسباب معرفية. يجب أن نعترف أن موضوعات الفلسفة عميقة. وصعبة، ليست سهلة، ليست متاحة للجميع. هذه يجب أن نعترف بذلك. كما كان يقول العقاد، أنا لست
مروحة للكسالى للنائمين كان يقول على التعبير. إذن هذا واقع يجب أن نعترف به. أن لماذا الفلسفة هي عميقة؟ لو كانت الفلسفة سهلة وبسيطة لأصبحت ربما علم أو شيء مألوف. الفلسفة تأتي حين يتوقف العلم. صحيح. حينما يتوقف ولا دورها الحقيقي هو هكذا. لا دور مع موضوعها صعب. موضوعها صعب. صعب من ناحية العمق لأنها تبحث الأصول. تبحث الأسباب البعيدة. صحيح. وليس الأسباب القريبة. إذن هذا طبعا شيء إيجابي وشيء ربما سلبي. صحيح. لكن بالطرافة الطرافة اللي هي بالمقابل الفلسفة أحيانا تكون سهلة أو بسيطة. الطفل الصغير يتفلسف وفيها التناقضات وأحيانا هناك من يجد فيها عذوبة وجمال. صحيح. الذي ربما يتخصص فيها أو الذي يألفها. إذن تحمل الصبغتين. صبغة الصعوبة. صح. هذه دقتها. دقتها ولكن في وقت كل الناس تتفلسف ولكن بدرجة أو بأخرى. صحيح. هذا طبعا أسباب معرفية. كي طبعا أسباب دينية تاريخية. طبعا أسباب دينية كما ارتبط بالتاريخ. التعارض الشكلي بين الفلسفة والدين. التعارض الظاهري معناها بين الفلسفة والدين. الدين طبعا سماوي مصدره الوحي تاريخيا. والفلسفة تعتمد على العقل اللي هو إنسان. عقل الإنسان. عقل الإنسان. فهذا التعارض الظاهري أو الشكلي عند البعض والحقيقي عند البعض الآخر قد جنى على الفلسفة واتهمت بأوصاف الإلحاد والكفر ونفر المؤمنون منها. صحيح. باعتبارها كفرا. هذا طبعا خصوصا طبعا وين التنافر وين يبدأ بالضبط. مقولة ما روي أنه مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عنده مقولة مشهورة. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن على أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. صحيح. هذه مشهورة معروفة. قال لك الدين طبعا عند في الاتجاه هذا أنه الدين مش عقلي إنما إيماني تسليم. هذه أطروحة طبعا قوية. يجب إذا أردنا الرد عليها طبعا الرد عليها بقوة أكبر طبعا. بقوة أكبر طبعا. قول أكبر أنه العقل في اعتقادي طبعا ضروري ومهم بالنسبة للإنسان. بدليل أكبر دليل طبعا أن العقل مهم جدا في حياة الإنسان. أن العقل يميز الدين الصحيح من الدين غير الصحيح. بمعنى من يضمن أنه لو نزل دين خاطئ ولا نحكمه بعقولنا فربما نتبع ذلك الدين الخاطئ. بمعنى آخر أن العقل ضروري. العقل نميز به الأشياء ضروري في للإنسان لا غنى عنه. هذه أكبر حجة. هل هو ضروري في الأمور المعاشية أم هو ضروري في الأمور الدينية أم في الأمور العلمية؟ لأن هناك يعني تقريبا نتحدث عن العقل والحقيقة شيء. هل العقل يوصل للحقيقة ولا ما يوصلش؟ هذه فيها اختلافات. صحيح. هل العقل يعني محدود أو غير محدود يوصل الحقيقة ولا ما يوصلش؟ يهدي لسواء السبيل أم يظل؟ هذه واحدة. كان العقل والعلم ثانية. هذه مسألة. هل العقل والعلم الحقيقة العقلية والحقيقة الفلسفية هي نفس الحقيقة العلمية ولا بعبارة أخرى هل الفلسفة علم أم هي فن فقط؟ لأن هناك من يصنف الفلسفة بأنها فن وليست علم بالمعنى الدقيق للكلمة. ثم نأتي إلى العقل والدين. ربما نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بالعقل والحقيقة لأن هذا المقولة ربما سادت أن عقل الإنسان محدود. بما أن عقل محدود إذن ما يصلش للحقيقة المطلقة. إذن هذه كلها استنتاجات أو التساؤلات. هذه في حد ذاتها هي تساؤلات العقل. العقل يسائل نفسه وكأن الفلسفة هو هذه. وهذه من ميزة الفلسفة أنك تخليك تدور على نفسك في نفس الوقت. يعني إذا كان العقل محدود ما يوصلش للحقيقة المطلقة يوصل لبعض الحقائق ربما حقائق في المعاش في أمور الدنيا كما يقول البعض. بصح لما يدخل العقل في بعض المتاهات مثل الميتافيزيقا وأعماق الدين مثلا هنا يحبس لأن الأمور هذيك غيبيات ما يقدرش يوصل لها. هذا حسب البعض. بينما البعض الآخر يقول لك لا العقل قد يصل إلى أقصى حد ممكن. يعني مانيش عارف في إطار الإشكالية. تفضل يا أستاذ.
العقل والحقيقة. العقل والحقيقة. أول ما قبل كل شيء وأنا أتكلم على نقطة أزمة الفلسفة. أزمة الفلسفة. لماذا نحن نمر بأزمة فلسفة في مجتمعنا؟ يعني أزمة الفلسفة هذه قديما ولا حديثا؟ أزمة الفلسفة حديثا. لابد في كل بحث أن ننطلق من واقعنا من حاضرنا يعني اللحظة التي نعيشها الآن. أنا يعني في اعتقادي أن مشكلة الفلسفة هي مشكلة التخلف في مجتمعنا. بدليل أننا بمجرد أن ننتقل إلى مجتمع غربي فبمجرد أن تقول لهم أنا أدرس الفلسفة فسوف يقومون ولا يقعدون ويحترمونك أيما احترام. ولكن في مجتمعاتنا تستهزئ بالفلسفة وبالتفلسف وتعتبرها مصدرا للسفسطة وللكذب وما يوصلش معنى العقل ما يوصلش. وهذا يعود إلى عدة أسباب. يعني احنا رانا لحد الساعة وهذا في اعتقادي أننا متوقفون في الفلسفة حيث توقفت الحضارة العربية الإسلامية وزمن ابن رشد أم الموحدين في زمن الغزالي. يعني في زمن الغزالي بالتحديد أنا أعتبر أن بداية الأزمة في, 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 في اللحظة التي كفر فيها أبو حامد الغزالي الفلاسفة ويقصد بذلك ابن سينا. يعني وأصبح وهذا يعني والفارابي كذلك كفرهم في ثلاث مسائل وبدعهم في 17 مسائل وضحها لأن المسائل اللي بدعها دعهم فيها تبديع. يعني شغل يقول أن العقل اجتراء العقل على أمور أكبر منه اللي هي الدين. بين المسائل اللي كفرهم فيها اللي اعتبرها أن خروج تماما عن الدين في ثلاثة مسائل أساسية. إذا كان ممكن نمر عليها مسألة يعني. علم الله بالكليات دون الجزئيات. أيوة. ومسألة قدم العالم. ومسألة الحشر الأجساد يعني بالنفوس دون يعني مسألة تتعلق بالوجود العالم. نعم. تقريبا وجود العالم هل هو قديم أم حديث. نعم. أزلي. وجود العالم. والمسألة الثانية هي مسألة علم الله بالكليات يدخل فيها القضاء والقدر وكل شيء. ومسألة الثالثة هي مسألة حشر الأجساد. هذه الثلاثة المسائل اللي كفر فيها الغزالي الفلاسفة. لأن الغزالي أنا في رأيي أن هو ابن سينا هو تلميذ الفارابي، هو متأثر بابن سينا لدرجة كبيرة جدا، حتى قيل أن الغزالي لما أصيب بلوثة عقلية ما أمرضه إلا كتاب الشفاء. الشفاء لابن سينا. يعني قرأ هذا الكتاب قراءة شديدة. ابن سينا كما هو معروف معتقده باطني. يعني ينتمي إلى الشيعة الباطنية. وهناك أحداث إسماعيلية. إسماعيلية السبعية. نعم. وكانت في ذلك الوقت لها دولة عاصمتها القاهرة. وإن كان هناك من يقول أنها أسرته من السبعية الإسماعيلية وبينما هو منتمي للإثنى عشرية على كل حال. هذا بالنسبة لابن سينا. ولكن هناك أسباب يعني سياسية بالدرجة الأولى هي التي دفعت الغزالي إلى يعني إحنا مثلا حتى نقرأ النصوص الآن نتعامل معها كخطابات. الفرق بين النص والخطاب هو ماذا؟ هذا في من محتويات الفلسفة المعاصرة. أن الخطاب هو النفاذ يعني قراءة ما وراء النص. المضامين الأديولوجية كما يقول الجابري التي يحتويها ويتضمنها النص. فالنص ليس مجرد محتوى معرفي وإنما هو رسالة موجهة توجهها السياسة، توجهها الأديولوجيا، توجهها سلطة أو قوة معينة. صحيح. لأن قضية الغزالي أبو حامد رحمه الله وهو ما هو من له مكانة كبيرة في العالم الإسلامي. واشتهر خاصة شهرة مستفيضة ومطلقة وأطلق عليه بحجة الإسلام بكتابي إحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة. هذم اللي عندهم شهرة وترجموا يعني ترجمات كبيرة. إلا أن الغزالي يعني الوقت السلطة اللي كانت في وقت الغزالي والمدرسة النظامية اللي بناها نظام الملك وكان الغزالي هو المشرف عليها
كانت في صراع مع سياسات أخرى. نعم. وهذا الصراع السياسي بين جهة وجهة أخرى هو اللي ولد هذا الاستقطاب الفكري ويعني تحول إلى صراع فكري هو في الحقيقة يعني سياسي. نعم. هذه مسألة مهمة. ظاهره الفلسفة وباطنه السياسة. تماما كما في قضية الحلاج على ما يقال نفس الشيء. الحلاج قتل بتهمة الزندقة بينما السبب الحقيقي هو سياسي. هو سياسي. السهرة وردي شهاب الدين يحيى بن حبش ابن أميرك السهرة وردي معروف صاحب حكمة الإشراق أيضا أعدم في عهد صلاح الدين الأيوبي لذات السبب. يعني الظاهر هو زندقة ولكن في الباطن هي سياسة. هو سياسي. نعم. هذه يعني حاجة نورمالمو يعني يفترض أن اللي يبحث في الفلسفة والتاريخ الفلسفي مانيش عارف الجابري وغيرهم هي مدارس على مدارس كثيرة. نعم. يعني من المفروض أن يقف عندها طويلا. ووظيفة الفيلسوف اليوم هو دراسة النصوص لا على أنها تحتوي طبقة واحدة من المعرفة. صحيح. وإنما هناك دراسات أركيولوجية يجب أن ننفذ إلى طبقات النص. صحيح. فنجد يعني حقول كبيرة من المعرفة. صحيح. 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 يعني لا الفلسفة تطورت وهذا ما سنأتي إليه. نعم. لأن الفلسفة بالمعنى المعروف عليه قديما لم تعد هي الفلسفة اليوم. نعم. اليوم أصبح نتحدث عن فلسفة العلم، فلسفة الجمال، فلسفة التاريخ، فلسفة الدين. أصبحت لكل تقريبا فن وعلم عندها فلسفة. أصبحت الفلسفة تقريبا هي خلفية لكل كما ذكر الدكتور حيري الحوري أن عندها بعد هي العمق. العلم يفترض أن يمسح بعدين، الفلسفة تمسح البعد الثالث اللي هو العمق. نعم. هذا العمق الفلسفي اللي هو متعلق يعني بالحقيقة. يعني ما زلنا ما جاوبناش هل العقل والحقيقة أو الفلسفة والحقيقة. ربما ما جاوبتنيش. ربما إذا أردنا أن نفهم قيمة الفلسفة كقيمة حوارية لابد أن نرجع إلى اللحظة الأولى، اللحظة التي تأسست فيها الفلسفة عند اليونان. لأن حسب ما وصلنا من مصادر تاريخية أن اليونان هم أول من تكلم في الفلسفة. صحيح. لكن لا يمكن أن نقول أن الفكر بدأ مع اليونان. الفكر الفلسفي نقصد الفكر الفلسفي. هناك فرق من أن نقول أن الإنسان يفكر ومن أن نقول أن الإنسان يفكر تفكيرا فلسفيا. لأن الفيلسوف حسب الفهم الكلاسيكي للفلسفة أن هناك فهم، أنت تكلمت سي العربي في بداية الحصة أن الفلسفة قد ماتت. وأنا لا هذا ما قاله ستيفن هوكينغ. ستيفن هوكينغ. أنا لا أعتبرها موتا وإنما أعتبرها منعطفا تغيرت فيه وظيفة الفيلسوف. فبعد أن كانت وظيفة الفيلسوف فيها البحث في الماهيات فيها أربعة مهام أساسية في تصوري أنا الخاص فيها أربعة مهام أساسية. الوظيفة الأولى أو المهمة الأولى هي الوظيفة التأسيسية. الفيلسوف يجب أن يؤسس فكره على بديهيات، على منطلقات. صحيح. على قضايا ينطلق منها. يعني يبرهن بها ما ينطلقش من الفراغ يعني. نعم. وهذا ما نسميه بالوظيفة النسقية للفلسفة. لأن الفلسفة كانت تفكيرها تفكيرا نسقيا وهو ما يفتقده كل تفكير. يعني الفلسفة تتضمن النسقية. الوظيفة الأولى هي الوظيفة التأسيسية والوظيفة الثانية هي البنائية. لماذا نتكلم عن البناء بعد التأسيس؟ لأنني بعد أن أؤسس للمبادئ ثم بعد ذلك أستنتج منها كل ما يمكن استنتاجه. صحيح. يعني حتى أكون هذا النسق. ثم بعد ذلك تأتي الوظيفة النقدية. لأن الفيلسوف يمتلك معيارا من خلال مبادئ نسقه. هو دائما في تلك الفترة الفلسفة الكلاسيكية ينتقد الفيلسوف من داخل نسقه لا من خارج، ينتقد ما هو خارج النسق. فنقول هذه الوظيفة النقدية أنه يمتلك المعايير وبناء على تلك المعايير يقوم بنقد وتقويض وتبين تهافت هذه الأفكار. صحيح. ثم الوظيفة الأخيرة هي الوظيفة التأويلية. أن الفيلسوف يقرأ المفاهيم، شبكة المفاهيم، ثم بعد ذلك يحاول أن ينتقل بها إلى حقل معرفي آخر. صحيح. إلى حقل مفاهيمي يتفق مع نسقه. يعني
هذا هو تصور الفلسفة القديم. جميل جميل. هذا الإطارة دكتور سي عبد الفتاح. بالنسبة للجانب النسقي البعض يراه شيء آخر، ممكن الجانب النسقي يغلق الفيلسوف عن نفسه ولا يعترف بالآخر. هذا الجديد. هذا النقد اللي نقدون الجانب النسقي. الجانب النسقي إذا أسسنا بالجانب النسقي ودرت نسق معين لفلسفتي وعلى هذا أساس النسق نفسر المشكلات الحادثة، هذا يجعلني لا أعترف بالآخر. وبالتالي كاين في الفلسفه المعاصره ممكن يرفضوا الجانب النسقي. النسقي هذا وقال لك العقل متحرر ما يبقاش مغرق في حتى يعترف بالاخر. مثلا عند جاك داريدا يكون يقول لك القراءات نتاع النص هي قراءات لا متناهيه. عده قراءات ونطق الحريه والتاويليه، لكل القراءات عندها معاني جديده، عندها مفاهيم جديده، وبالتالي نعترف بالاخر وما نغلقش على أنفسنا. وبالتالي موت هذا، نرجع لموت الفلسفة سياسة العربي، موت الفلسفة. الفلسفة كما قال لك الشيخ لم تمت. الفلسفة هي انعطافات، لأن الفلسفة تولد حينما يولد العلم، وتبدأ الفلسفة عندما ينشأ العلم. على سبيل المثال في العلوم البيولوجية، في الفيزياء، في الرياضيات، الفلسفة منتجة التشققات، تدخل من التشققات في صحيح صحيح صحيح. وبالتالي في الفيزياء طرحت عدة الفلاسفة، طرحوا أزمة الفيزياء وتركوا عدد شككوا في الحتمية، وجدت مفاهيم جديدة. في الرياضيات شككوا في المسلمات، شككوا في البديهيات، وجدت رياضيات جديدة، أنساق رياضيات جديدة، نعم دخلت النسبية صحيح. هذه من أين أتت؟ من الفلسفة. في البيولوجيا أثارت عدة مشكلات، تفصيل البيوتيقة أثارت عدة إشكاليات حديثة. بالتالي تفضل سعد الرحمن. خروج من النسقية والمنهج اصلا اصبح عندنا لا منهج، فلسفه لا منهج، لا منهج نعم مع فيرا باند وغيرهم. بالتالي معناها كلمه نسقيه هذيك خرجت خلصت منها. في الجانب العلمي يعني عندما كنا ندرس يعني في العلوم الدقيقه والتكنولوجيا، كان في الجامعه كان الاشكاليه الكبيره اللي وقفوا عندها الفلاسفه وحيرتهم هي هذه ثنائيه الضوء، هل هو موجه ام جسيم؟ دخلتهم في ازمه كبيره. عندما يعني تريتشو يعني استخدموا ما يسمى ما ينطبق على الموجه، لقوا الضوء موجه، يعني انطلاقا من ما يسمى ذيك الانحياد الامواج الضوئيه. ثم جو من ناحيه الجسيمات، وصلوا ان الضوء هذا في حد ذاته راهو جسيمات. هذه الجسيمات الضوئيه هذه الكونتوم على ما اعتقد تسمى حزم الطاقه، الحزم الطاقه. هذه يعني جات من هنا. قال كيفاش تو الضوء موجه والضوء في نفس الوقت جسيم، ثنائيه الحقيقه هذه، هو هكا وهو هكا. يعني دارت ازمه كبيره في العلوم الفيزيائيه، ودخلت الفلسفه يعني النسبيه تاع اينشتاين فيها جانب كبير فلسفي. كما ان البور وغيره يعني في الجانب الاخر الكوانتم ايضا دخلت فيه مجال فلسفي. ويعني لحد الان الكتب المتخصصه يعني كثير من الاشكالات الدقيقه ما زالت مطروحه للبحث، يعني حتى يعني نهائيه العالم والاشياء، يعني كما نقولوا احنا المنتهى في الكبر الى المنتهى في الصغر. هذا يخضع الحتميه. بقينا نرجعوا احنا العقل والحقيقه الان بصفه عامه. العقل يعني احنا عارفين يوصل لبعض الحقائق، هذه ما فيها الشك، وان ربي هو خلق العقل في الانسان، يعني العقل الانساني هذا خلق ربي، ما جاش من العدم. وليس العقل الانساني ليس قبيل للعقل الالهي، لان نشوفوا ان الفلسفه الغربيه ربما هذه ربما الاشياء احنا كمسلمين وكذا ممكن ما نمشيش فيها، هي المركزيه اللي عندنا احنا هي الاله، بينما المركزيه الان في الفكر الغربي بصفه عامه الحداثي هو الانسان. تفضل دكتور. نعم، ملاحظة مهمة جدا طرحتها الأستاذ العربي، وهي الحقيقة. الحقيقة الدينية أم العقلية أم العلمية؟ طبعا نطرح الإجابة على هذا السؤال، نطرحها في الصيغة هذه، طبعا صيغة تاريخية. طبعا أصحاب الحقيقة الدينية، ربما الغزالي واحد منهم، أن الشرع أو الدين أتى بالحقيقة، الحقيقة في الشرع في الدين. كان صراع بينه وبين ابن رشد. ابن رشد قال العقل،
الأولوية العقل، أن العقل يجب أن نغلب العقل إذا تعارض مع الدين. ولكن الأمر لم ينتهي إلى هنا، لم ينتهي عند العقل عند الحقيقة، لا الحقيقة عند العقل لا، لأن العقل هذا عبارة هو ربع فارغ، عبارة عن مخ ما به من معلومات. فاليوم النظريات العلمية لا تكتشف بالعقل وحده. بالمناسبة العقل ربما فيه قواعد منطقية، في استنتاج، ولكن ما فيه لا يوجد فيه اكتشافات تجريبية. وهنا سؤال دي الحقيقة العلمية جيد. إذن ابن رشد صاحب العقلين مخطئ في 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 درجة ما، معناه في وضع ما مخطئ حينما قال أن العقل هو اللي موصل إلى الحقيقة. لا أبدا، العقل لا لا يوصل وحده الحقيقة بدليل. هذه في العقل والدين، في العقل والدين. باش نروحوا للعلم وبعد والحقيقة، احنا مازلنا في العقل والحقيقة. الحقيقة بالنسبة للعقل هو مقولة فلسفية مرت بثلاث مراحل أساسية في تاريخ الفلسفة. المرحلة الأولى هي مرحلة العقل الميتافيزيقي، والمرحلة الثانية هي مرحلة العقل الكانتي، والمرحلة الأخيرة يعني عندما حدث المنعطف وقيل بأن الفلسفة قد ماتت بعد هيجل، لأن هيجل هو آخر فيلسوف نسقي. دخلنا في مرحلة العقل الثقافي، حينها العقل الثقافي، الثقافي حينها انكسر العقل وتحول إلى عقول، فأصبح العقل العربي والعقل الصيني والعقل الجزائري، وأذكر ما شئت ما يحلو لك من نظرية العقول. في السابق كان يعتقد بأن العقل بإمكانه أن يصل إلى الحقيقة الميتافيزيقية، الحقيقة المتجاوزة. وهذه النظرية يتزعمها أفلاطون، أن أفلاطون هو لما عرف الفلسفة قال الفلسفة هي رؤية بالعقل. فإذا كان الإنسان البسيط يرى هذا العالم بحواسه، العالم الذي لا قيمة له بحواسه، فإن الفيلسوف في أسطورة الكهف يستطيع أن يتحرر من براثن هذا العالم ويرى العالم بعقله، يرى عالم المثل. وبالتالي أفلاطون هو الذي أسس للعقل الميتافيزيقي، العقل الذي يستطيع أن يتجاوز هذا العالم ويصل إلى الحقيقة التي تستطيع أن تتجاوز هذا العالم. صحيح صحيح. ليأتي وبقي ديكارت على نفس الخط، يعني كان يعتقد بأن العقل يطابق هذا العالم. من أفلاطون ديكارت قرون كبيرة، قرون طويلة يعني. وبقي العقل ميتافيزيقيا، لم يتغير يعني مفهوم العقل إلا أفلاطون في قبل الميلاد، قبل الميلاد الخامس أو الرابع قبل إلا مع كانت 20 قرن يعني 2000 سنة. لأن كانت في مؤلفاته كلها نقد للعقل، نقد للعقل الخالص، ومعروف بكتابيه نقد العقل المحض أو الخالص، ونقد العقل العملي ونقد ملكة الحكم. صحيح. الأول في المعرفة، والثاني في الأخلاق، والثالث في الجمال. صحيح. فهو وضع حدودا للعقل، حتى أن كانت هو أول فيلسوف يعطينا تعريفا وفهما جديدا لكلمة النقد. صحيح. فبعد أن كان النقد نسقيا يقوم على مبادئ المعيار، ما هو مقبول داخل النسق هو ما يوافق النسق، وما هو مرفوض ما يخالف النسق. صحيح صحيح. فجاء كانت فقال بأن النقد أن تضع للشيء حدودا، ونقد العقل أن نضع له حدود. فالعقل يستطيع أن يكون إيجابيا في ميدان الرياضيات وفي ميدان الفيزياء. صحيح. وكان متأثرا كثيرا بالهندسة الإقليدية، ومتأثرا بفيزياء نيوتن في ذلك الوقت. ولكن إذا تناول المسائل الميتافيزيقية فإنه يقع في التناقض. هذا كان مناسبة، هناك فكرتين قبل ما ننسوهم. أولا بالنسبة للفلسفة اليونانية، هناك من يقول وكتب ذات كتب يقول الفلسفة اليونانية هي فلسفة شرقية الأصل، يعني أخذها أفلاطون من مصر حتى من الهند، ويقولوا أن أصولها هي توحيدية أصولها، لأن أفلاطون موحد، على عكس ما تم تشيعه على أن الفلاسفة رم مشركون كلهم. هذا أيضا مو صحيح 100%، كما يعني خاصة بالنسبة لأفلاطون، حتى عاد يسموا فيه أفلاطون الإلهي، كان يسموا فيه أفلاطون الإلهي. هذه بالنسبة للنقطة الأولى، معناها أن بين أن سير الفلسفة ما يبداش من اليونان،
وزيد بزيادة أن اليونان في ذاك الوقت حتى هذم الفلاسفة المنتمين لليونان ما كانوش من أثينا وسبرتا، فيهم اللي من أصول بعيدة عن عن المنطقة هذه الموجودة فيها اليونان كما هي معروفة حديث. إذن هذا يعني كاين اللي بحثوا فيه، يعني كان واحد الكتاب الآن معروف ديره في جوجل الفلسفة اليونانية تلقاها هي فلسفة مصرية أو شرقية مسروقة، هكذا يعني مسروقة. هذا كتاب يعني مش عارف طلعت عليها وإن وجدته فيه تثبيت المعلومات هذه وين احنا سي العربي، لكن ما ربما يهم فقط من جانب لان كاين لان الغرب مركزية الثقافة الغربية لعبت على الورقة هذه أن الحضارة كلها بدت من اليونان وانت جاي، يعني حتى أن بعض الكتاب التاريخ الفلسفة وتاريخ الحضارات ساعات الفلسفة الإسلامية والحضارة الإسلامية كل يختزلوها كأنها ما دارت حتى شيء، يقول لك أن الحضارة الغربية هذه وين هي سليلة الحضارة اليونان، وأن احنا يعني للعالم الإسلامي والحضارة الإسلامية شغل نقلنا يعني بعض الأشياء كما الفكر والفلسفة نقلناها والطب وكذا من اليونان، أبوقراط وفلاطون وأرسطو، ومن بعد هي بضاعتهم رجعت إليهم إلى الغرب، وهذه مغالطة كبيرة من المفروض أننا المستنيرين يبينوا الحقائق هذه. تفضل شوف سي العربي بالنسبة للنقطة هذه إذا تحدثنا عن الفكر تاريخ الفكر الفلسفي الشاب هو عبارة على كتاب ضاع صفحته الأولى لا يمكن التحديد بالضبط. التفلسف ظهر قبل الفلسفة، الفلسفة بالمفهوم الأكاديمي نتحدث عليه الآن ظهرت عند اليوناني عند اليونان، لكن ما قبل أفلاطون لو هيرودوت مورخ اليوناني فيثاغورس قبل أفلاطون هذا كلهم تميل الحضارة اليونانية، الحضارة مش حتى الحضارة اليونانية، هذا قاموا بجولة على مستوى العالم، لكن أرباب الحكمة والتألف كانوا موجودين في الهند وفي مصر وفي فارس. دقيقة تفضل. بالنسبة لفيثاغورس وهيرودوت قاموا بجولة على مستوى المدن من بينهم إلى مصر. فلاطون نفسه قبل فلاطون هذا بالنسبة لهيرودوت وفيثاغورس وأخذوا من العلوم المصرية صحيح، وبالتالي حتى نظرية فيثاغورس معروفة مربع الضلعين يساوي مربع الوتر، هذا مأخوذ من عند المصريين، وممكن يفيض نهر النيل عندما يقسم الأراضي يقسمها بطريقة عملية، هو أعطاها الجانب وصول الهندسة هذا أخذها عند المصريين صحيح. كذلك حتى في أمور كثير ولو نتحدث على فيثاغورس كيفاش تحدث عن هذا العالم كيفاش تحدث على العالم كيفاش تعلم على العالم الآخر يتحدث بطريقتين ميتافيزيقية ولكن قريبة في كثير المفاهيم الموجودة عندنا نحن في الديانات السماوية صحيح. وكان اللي يقول أن الفلسفة النبوية هي الجانب الغائب عن الجانب الفكري أو الحكمة، كما الحكمة اللي هي المصطلح المعروف عندنا في العالم الإسلامي مذكورة في القرآن في كم من آية، ومنها ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما ذكروا إلا أولي الألباب، يعني في القرآن كثير بالإشارات اللي تبين تتحدث عن الحكمة أولي العقل أولي النهاء أولي الألباب، وكلها في بعد تلقاها هي تروح لمرمى واحد، يعني بدون قد نختلف في التسميات لكن الأصول واحدة. كان كذلك قضية إدريس قضية إدريس اللي هم عندهم يسموها عند اسم أخر في التاريخ الفلسفي المثلث بالحكمة، هذا وش اسمه هذا سميه لي طليس لا مش طليس في الرياضيات الأخر المثلث بالحكمة هرمس الهراميسا، وكان يتحدث عن ثلاثة هراميسا ومن هرمس الهراميسا ويقول لك هو سيدنا إدريس، وحتى في القرآن مذكور يقول لك رفعناه مكانا عليا، وقال لك في بعض القراءات أن بداية الحكمة في الأرض بدت من عهد إدريس، من عهد إدريس من ثم بدت نزول الحكمة للأرض. هذا جانب أيضا يغيب بالنسبة في الفلسفة الغربية ما يذكروش، يعني وهذا علاش وقع إنكار التوحيد والديانات التوحيد حطوها وجه لوجه أمام الفلسفة والعلم، بينما احنا عندنا في الإسلام عمره ما كان الإسلام لا في وجه ضد الحكمة ولا ضد العلم. هذا ما وقع هو ما وقع بالنسبة للهم الكنيسة اللي كانت حقائق موجودة في الكتاب المقدس خالفتها الحقائق العلمية اللي جاب بها غاليليو غاليلي واللي جاوا بعده،
شاطرونا شويه دقيقه دقيقه سي العربي بالنسبه كي جبت الحديث عند افلاطون الحديث عند افلاطون كي يتحدث افلاطون على العالم المثل يقسم العالم الى نوعين قسم العالم المادي نتاعنا هذا العالم الظاهر التي نراها وعالم المثل يقول لك حتى التعلم هو تذكر كانها النفس هذه كانت في العالم الاخر كانت في العالم الاخر ونزل هذا العالم ما يقال اشكاليه المطروحه هل هذه ماخوذه من ديانات كما مصداق يقول هل هي ماخوذه من ديانات سابقه قديمه صحيح معناها ماخوذة من ديانات سابقة قديمة هل هذا هو عقل بشري أبدأ بهذه الصورة صحيح. هذه علامات استفهام ومرورا بالثقافة المصرية وكيف ما تمت العبادات حتى وصلوا للتوحيد هذا التوحيد هل هو إبداع الثقافة المصرية أو هل هو امتداد من ديانات سابقة قديمة ممكن من عهد سيدنا موسى ممكن قبل سيدنا إدريس ممكن هي توترت هذا الإشكالية التوحيد هو الأسهل لأن هذه ربما ما يعني المدارس العلمية المشهورة كأنها حبت تنطلق خاصة اللي تتحدث عن المراحل اللي مرت بها الإنسانية كما أوغوست كونت وغيره حب أصله أن كأن الوثنية والشركية الأصل نعم وهذا هو المرحلة الخرافية والفيزيقية والوضعية الشيخ عبد الغني وهذا ما يعني نحن كفلاسفة حتى نتعامل يعني بشكل رسمي وحتى لا نتوه بعيدا يجب أن نشتغل على النصوص يجب أن نسأل النصوص ونطبق عليها نظرية القراءة أن نقرأ هذه النصوص ونكتشف ما وراءها الفلسفة أولا وقبل كل شيء هي مادة هو تخصص حضاري كيف أن الفلسفة هي تخصص حضاري أنها تظهر وتنشأ في المجتمعات التي بلغت مستوى معين من الحضارة ربما نسأل اللحظة الأولى اللحظة الأولى هي لحظة طاليس اللحظة التي انطلقت فيها الفلسفة أو ما يطلق عليها الانتقال من الميتوس من الأسطورة إلى اللوغوس اللي هو إلى المنطق أن التفكير بالمنطق هو تفكير فلسفي التفكير بالأسطورة بالميتوس هو تفكير ما قبل فلسفي السؤال الآن لماذا اليونان يعني انتقلوا لماذا حلت هذه اللحظة يجب أن نحفر يعني وراء وخلف هذه اللحظة أن اليونان كانوا في السابق يعني تكفيهم الأساطير كان تفكيرهم كله تفكير أسطوري العصر الهوميري وكانت الإلياذة والأوديسة هم اللي كانوا مسيطرين وكان لكل ظاهرة طبيعية إلها وكذا وكذا لكن ماذا حدث في المجتمع اليوناني على المستوى الاقتصاد وعلى مستوى الجغرافيا وعلى مستوى العمران أن حدثت فيه هجرات يعني أمم كثيرة هاجرت في الفترة الغامضة لأننا كنجو ندرسه في تاريخ اليونان نلقاه بين القرن الثاني عشر قبل الميلاد إلى القرن الثامن هذه الفترة تسمى بالفترة الغامضة لماذا؟ لأنها لا توجد معلومات ووثائق تاريخية تتكلم عن هذه الفترة ابتداء من القرن الثامن وجدنا أن المجتمع اليوناني هو مجتمع فسيفسائي يعني تعددت فيه المجتمعات الأعراق كما أمريكا القبائل القبائل الأديان اللغات وهذا الظرف يعتبر التربة الخصبة التي تنشأ فيها الفلسفة لماذا؟ لأن إذا كان في مجتمع مثل المجتمع السوفي مثلا لا يوجد فيه إلا الدين الإسلامي السني فالدين الإسلامي السني كاف لأن يسير أمور هذا المجتمع صحيح. وفي مجتمع آخر مثلا تسيطر فيه لغة معينة مثلا اللغة العربية فهي الحكم صحيح. يعني إذا كان مجتمع غير متعدد العقائد وغير متعدد اللسان وغير متعدد اللون فهذا لا تظهر فيه الفلسفة تظهر الفلسفة فقط في المجتمعات التي تكون فسيفسائية مخلطة المجتمع اليوناني لما تخلط ظهرت فيه الفلسفة لماذا؟ لأن مثلا نحن جميعا نختلف في اللغة ونختلف في الدين ونختلف في الأساطير فما هو الحكم الذي يحكم الفيصل الذي يحكم بيننا؟ هو العقل الإنساني العقل الإنساني يجب أن تنظمه قواعد هذه القواعد هي المنطق وبالتالي فهنا الفلسفة هي الدين هي اللغة الوحيدة التي تستطيع أن تجمع الشتات أن توحد بين الناس صحيح. سوف أجيبك على سؤال يرتبط بهذا وليتسع صدرك لي قليلا فضل. الفلسفة اليونانية متى استدعيت في المجتمعات العربية الإسلامية استدعيت في عصر هارون الرشيد وفي عصر المأمون فقط لماذا لم تستدعى قبل هذا التاريخ لأن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الرشيد
20 كان العرب يعيشون في الجزيرة العربية وكانت لهم نفس اللغة ونفس الثقافة ونفس العادات، فكانت هذه الثقافة كافية لأن تنظم أمورهم. جاءت بعد ذلك الدولة الأموية وأرادت أن تجعل من اللغة العربية هي اللغة المهيمنة على كل الشعوب التي دخلت في العالم العربي الإسلامي، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في هذا. فجاء وهذا كان من بين الأسباب التي أدت إلى قيام الدولة العباسية. لما قامت الدولة العباسية احترمت الشعوبية، الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس، قامت على السلاجقة، قامت على الأتراك، قامت على الديلم، قامت على العثمانيين، يعني شاركت في صناعتها الكثير والكثير من الأقوام ومن اللغات وكذا. ولذلك يقال أن المأمون لما نام رأى في منامه أرسطو طاليسا وهو رجل أبيض طوال، وهذه يعني حكاية مختلقة. لماذا؟ لأن المأمون كان رجلا ذكيا، أمه مراج الفارسية، فأراد أن يؤسس للدولة، أراد أن ينظم أمرها، فقال إذا هناك اختلاف عقائدي للمدرسة الكلامية على مستوى الدين على مستوى العقيدة، هناك اختلاف فقهي، هناك اختلاف لغوي، هناك اختلاف عرقي، فما هو الإطار، ما هو المعيار أو المقياس الذي ينظم كل هذه الشعوب؟ لابد من استدعاء الفلسفة اليونانية وخصوصا فلسفة أرسطو، وأول ما ترجم هو كتب المنطق. إسحاق بن حنين قام بترجمة كتب المنطق. لماذا ترجمها؟ حتى تكون الفلسفة اليونانية هي التي تنظم بين هذه المجتمعات كلها. وأول فرقة ظهرت هي فرقة المعتزلة. لو كنت أملو ذلك حسب النصوص اللي وصلتنا يعني في المعتزلة، يقول لك المبدأ الأول للمعتزلة هو التوحيد. يعني الفهم العادي وصول الخمس الفهم الفقهي هو أن نوحد الله تعالى. الفهم السياسي الذي يكمن وراء هذا الفهم هو أن تتوحد الشعوب. المبدأ الثاني هو العدل. الفهم الفقهي هو أن الله تعالى عادل، يعني لا يمكن أن يكون الله تضار، وما ربك بظلام للعبيد، هذا فهم فقهي وفهم اعتقادي. لكن الفهم السياسي يجب أن نمارس العقل ونطبق ونمارس الفلسفة حتى تكون هناك عدالة بين جميع الشعوب المنضوية تحت إمرة الدولة العباسية. جميل جدا، يعني الكلام اللي قول فيه لك وصلتنا المرحلة الإسلامية. نعم. الآن تو كان لبعض يتساءل يقول هل التفكير الفلسفة أو التفكير الفلسفي اللي دخل عند المسلمين كان سببه الاحتكاك بالفلسفة اليونانية ولا لا؟ رأي الفلسفة اليونانية هذه كوين الاحتكاك ولدت فريق ممن يتفلسفون على منوال فارابي وابن سينا والمشائية والأفلاطونية، وكان يقول لك لا احنا الفكر عندنا فكر أصيل في العالم الإسلامي حي هو الأساس تاعه بدي مع أصول الفقه وبدي مع الشافعي وبدي مع هذه المدارس الفقهية اللي هي تعبر عن صميم الفكر الفلسفي بين قوسين في العالم الإسلامي. يعني تو هنا رك دخلتنا في صلب المرحلة الإسلامية. في الحقيقة قد بدأ التأثر واضحا في تأسيس اللغة، تأسيس النحو. يعني مثل ما أن المنطق هو قواعد للعقل، فكذلك قواعد للغة النحو. حتى أن بعض الفلاسفة المسلمين كانوا يتساءلون، روحوا مثلا إلى أبو حيان التوحيدي في الـ في الـ في الـ في الهوامل والشوامل، النحوي أبو يحيى النحوي الصيرفي يتساءل هل أبو سعيد الصيرفي يتساءل هل النحو يغنينا عن المنطق الأرسطي؟ وربما كان مناظرة في كتاب التوحيدي. كتاب الإمتاع والمؤنسة إمتاع المؤنسة، هذا تحدث فيه عن المناظرة. في هذه مناظرة مهمة جدا، وهو موضوع يعني إشكالي يعني في الحقيقة جدير بالطرح. لو تعقد له يعني ندوة في الحقيقة نحن في حصة اليوم ما نقدروش نحيط بكل جوانب الموضوع، ولكن فيه كثير من اللي تستحق ندوات في الجامعة يعني تنور يعني الناس. لأن المشكل أن الثقافة تاع الناس للأسف يعني سطحية. في هذا المجال سطحية جدا.
لكن معليش ربما يشاركوني الأساتذة، لأن المدرسة ربما اللي تزعمها مثلا مصطفى عبد الرازق عندما يتحدث عن تاريخ التمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية، يعني نشوفوها تختلف عن ما قاله الجابري في بنية العقل العربي وتكوين العقل العربي. يعني كما الجابري تقريبا كل شيء دارها عامل خارجي، يعني إذا كان راح للعقلانية والفلسفة يستدعي اليونان، إذا راح للعرفان والتصوف يستدعي الهرموسية والفرس ومنش عارف الفلسفات القديمة. يعني تقريبا في الأخر تخرج أن العرب أو المسلمين عندهم غير البيان فقط، ما عندهمش في العلم البرهان والعرفان، يوم الخارج. نعم. بينما يكون نقر مثلا علم البرهان يرجعه الى ارسطو والى البرهان يستدعي الفلسفة اليونانية. الان العقل المسلم الان هل صحيح ان العقل المسلم لو ما جاتش الفلسفة اليونانية ما كاش انه يفكر ويتفلسف؟ بغض النظر عن دقة المصطلح هذا فلسفة وأنها جاءت من اليونان هكذا كما يقال، مش عارف يشاركوني شوي جماعة تخلوناش نتحث وحدنا. تفضل. بالنسبة بالنسبة للجابري وبالنسبة لعطف عليها محمد أركون، هذا في تحليلهم بالنسبة للجابري في تكوين العقل العربي، وبالنسبة لمحمد أركون نحو نقد العقل الإسلامي تأسيس عقلية نقدية إسلامية. هذا دائما كما ذكرت العربي يستدعو في الحضارة الغربية والحضارة اليونانية ويسقطها ويحاول العامل الخارجي الآليات آليات التحليل وآليات البحث. دائما يتهب آليات أوروبية آليات غربية ويحاولوا يطبقوها على التراث العربي الإسلامي ونقده. بالنسبة للطهاء هذه ربما تقصد الإسلاميات التطبيقية عند أركون. عند أركون عند أركون، لكن الجابري ربما يختلف شوي على في الاثنين يتلاقوا في النقطة. طه عبد الرحمن يستدعي يقول لك إذا كانت عند الغربيين وهو هي حداثة حدثة مادية، احنا عندنا حدثة معنوية، عندها رأي آخر يخالف الجانب هذا. بالتالي احنا الإشكالية اللي راهي مطروحة البحث في الفكر العربي الإسلامي يحتاج إلى آليات، هذه الآليات تكون آليات نابعة من التراث الفكر نتاعنا الإسلامي. صحيح. اسمع دقيقة فقط، لأن العقل الأوروبي هو 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 عقل يشرع وينظم المعرفة، كما قال لك العقل يحتوي كل شيء، يعرف نفسه ويعرف بيئته ويعرف الكون. صحيح. عندنا احنا العرب والمسلمين العقل هو عبارة على وسيلة عبارة على وسيلة ومربوط بمجموعة من 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 الضوابط. سنة شوي أنت قلت العقل عندنا إحنا المسلمين وسيلة. وسيلة فقط. معناها وسيلة توصل للحقيقة ولا ما توصلش؟ توصل الحقيقة مع الدين. لازم معها الدين. كما يقول ابن خلد يقول ابن رشد. بالحقيقتين. ابن رشد يقول. بالحقيقتين. الشريعة هي الأختانية. هذا في رأي ابن رشد، لكن كنت تبعوا ابن رشد. سمحني شوي. الدين مصدرها الله والعقل مصدرها الله، بتل ما تعرضش الحقيقة بين إذا كانت الحقيقة الموصلة عن طريق الدين والحقيقة الموصلة عن طريق العقل. وبالتالي ابن رشد عندما تحدث عن العقل تحدث بطريقة كانت فيها نوع من 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 الواقعية. مبالغة. لا مش مبالغة، نوع من الواقعية. حتى عندما تحدث عن العقل قالك هو 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 ملكة أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان. هذا حتى لكن ابن رشد على ما أعتقد كان مبهور بأكثر انبهار كبير بأرسطو، بعقل أرسطو، حتى أن يعني يقول في بعض كتاباته كأن المجاشي في البشرية واحد كما كامل كما أرسطو، بالنسبة له هو الإنسان الكامل أرسطو. فيها شوي مبالغة. كذلك القول بالحقيقتين، يعني في الأخر كي يختلفوا الحقيقة هذه مع هذه ولا يتناقضوا ولا يتصادموا، مو لازم تأويل ولا مش لازم. هل التأويل هنا يكون تأويل النص لحساب الفلسفة أم تأويل الفلسفة لحساب النص والدين؟ أو هذه الإشكالية تو. بنرجع لك ما وجدت تناقض. خلنا نسمع الدكتور حوري ربما عنده ما يقول. طبعا مزي رجعت للنقطة. رجعنا نرجع مزلنا راجعين. النقطة اللي بدأنا فيها قبل قليل وهي بداية الخلاف بين الغزالي وابن رشد. الغزالي يقول الحقيقة الدينية هي المطلقة وهي كل شيء. ابن رشد يقول العقل هو الموصل إلى الحقيقة. ولكن اكتشفنا اليوم أنت اختبر نفسك يا أستاذ العربي وحدك مثلا بدون علم، هل عقلك يوصلك مثلا يوصل لك معرفة لقاح الكورونا اليوم؟
العقل عاجز. إذا هي كاينة حقيقة لكن مخفية عن. كيفاش تقول لي العقل عاجز؟ ما فهمتش. لقاح كورونا مثلا، لقاح، إيجاد اللقاح توصل إليه بالعقل وحده، بحق معناها بجسمك بجثتك أو بلباسك هذا لا، لازم طبعا تجارب، لازم اللي هو العلم، الحقيقة العلمية. الحقيقة العلمية طبعا عندها المنهج، عندها الحقيقة العلمية، ما هو العقل ولا لا، عقل علمي لا فرق، لا يفترض فرق. العقل نقولوا عقل علمي، لا العقل مفروض استدلال، يستخدم الاستدلال المنطقي والاستدلال العقل. اذا واش راح نروحوا الى انه نتجاوزها الفكره ذيك تاع الشرع والعقل الى شيء اخر، العلم. العلم اللي هو المنهج التجريبي، وجا بعد فرانسيس بيكون وجا المنهج التجريبي. الشيخ ابن رشد يقول لك الدين نور والعقل نور، ومصدر والنور لا يعارض النور، بالتالي مصدر النور نور، سواء العقل ولا الدين. ولكن الآن اليوم طبعا، وهل العلم طبعا حقيقة علمية، عاود نرجعون، هل هي واحدة؟ لا، هناك حقائق علمية كثيرة، نظريات تناقض نظريات أخرى أو تنسف نظريات أخرى. حتى العلم هنا زدنا تجوزناه أيضا العلم، وكان مشكلة أخرى طبعا. اليوم الحقيقة كيف تبحث أو كيف نصل إليه؟ تصور أنت مثلا، وكأن تساؤل دائما شاركوا معنا بعض اللي يتابعوا فينا. سؤال يقول لك أحدهم، يقول لك وهل بإمكان العلم أن ينفصل عن العقل؟ هو يتبع فيك أنت. صحيح، جيد، ممتاز، معناها جيد، معناها العقل واحد، معناها كان اللي يقول لك باش نفهم النظرية العلمية تحتاج إلى عقل، عقل يزن وعقل يفهم. هذا طبعا مفروغ منه، أن العلم وحده ما يكفيش، لازم 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 العقل، سيلة عصبية، لازم مخ طبعا مفروغ منه. لكن قبل كانوا يتحدثوا على العقل كفكرة، يعني أنت تفرق ما بين العقل والعلم، بينما العقل هو أصلا الشيء اللي يوصل له العقل أو الهدف تاع الغاية هو العلم، والعلم هو الكشف، كشف عن الحقيقة هذه بغض النظر عليها حقيقة. هو أفضل فيلسوف تناول إشكالية العقل في علاقته بالعلم وكانت. هو كانت، لأن كانت هو الذي كشف عن العقل لنظرية نيوتن، فبدأ يفكر شروط قيام علم. ففي زمن كانت حدثت هناك إشكالية فلسفية عويصة، اتجاه تجريبي واتجاه عقلاني. اتجاه عقلاني ديكارتي تسيطر عليها الرياضيات، أن الرياضيات لوحدها قادرة على اكتشاف حقيقة العلم، المعرفة العلمية. ترجع لأفلاطون والهندسة، الهندسة لا يدخل علينا من لم يكن رياضي، اتجاه التجريبي فرانسيس بيكون وجون لوك وهيوم غير ذلك. لا، ولكن خليني أستاذ في الدقيقة هذه، العقل والعلم. أولا ما هو العقل؟ من الدكتور الحوري أن العقل والعلم هوش كيف كيف. أولا ما هو العقل؟ العقل هو مجموعة من المفاهيم، العقل هو مجموعة من المفاهيم، لا تكون بدون العقل. يعني كأنك دورة، كأنها دورة تعريف الشيء بنفسه. إذا لم يكن العقل، لأن المفاهيم ما تكونش بدون عقل طبعا، إذن لازم كنعرفوا العقل، ما نعرفوش بشيء منه فيه، لازم نعرفوه بشيء يخالفه. إذن فبماذا تعرفه؟ وهذا هو السؤال المطروح، كيفاش نعرفوا العقل؟ العقل لما عرفه كان العقل، هل نقوله هو كينونة في الإنسان يتميز بها مثلا الحيوان؟ هو فصل بين الإنسان، كما نقوله الإنسان حيوان الناطق. الفصل عقل بين الإنسانية والحيوانية هو هذه الدرجة اللي نسموها احنا العقل أو العقلنا أو العلم أو الوعي أو. الشيخ انت مبارك ما كنت تتابعني من البداية، لأن احنا كي دخلنا اليوم نتكلم على العقل الراهن، لأن العقل مفهوم يتطور. صحيح صحيح، ودخلت الداروينية حتى على مستوى فهمنا للعقل. أكيد أكيد أكيد، محمد عرقون نفسه والجابري هؤلاء يتكلمون عن العقل، أن العقل هو مفهوم يتطور. ولو نفس وطالما أن هناك عقل فالجابري يقسم في كتاب يعني تكوين العقل العربي على عقل مكون وعقل مكون، عقل مكون وعقل مكون. استفاد من هذا من لالاند في كتابه العقل والمعايير. هذا الكتاب يتكلم فيه العقل المكون هو ماذا؟
هو عبارة عن جملة من المقولات، هذه الجملة تتسرب إلى اللاشعور. وأنت في بداية الحصة هذه عجبتني كثيرا لما بدأت بالحديث عن الفلسفة مع فرويد ومع ماركس ومع نيتش ومع ستيفان هاوكينغ، هؤلاء المؤسسين للفلسفة المعاصرة الحديثة. صحيح الفلسفة صحيح. المعاصرة وليست الفلسفة الحديثة، لأن يعني الفلسفة الحديثة تبدأ مع ديكارت. صحيح، لأن نقوله الحديثة بالمعنى نعم الفلسفة صحيح. الفلسفة المعاصرة. فالعقل المكون هو هذه المقولات اللاشعورية، يعني هي لا تقال ولكنها ضمنية، هي ضمنية يعني نكتشفوها داخل النص. أنت مثلا الآن تكتب لي نص أمامك، هذا النص أنا أعتبره كخطاب. نخذ مثلا التحليل، فأنت مثلا لا تحدثني عن عن شبكة المفاهيم التي تؤسس لعقلك، ولكنني أنا كفيلسوف يعني وظيفتي أنني يعني من خلال ما بين السطور أنني أكتشف هذا. وهذا ما وصل إليه ميشيل فوكو. ميشيل فوكو يعني البنيوية مدارس، قال لك إذا كان كانت هو فيلسوف العلم بامتياز، فإن ميشيل فوكو هو فيلسوف العلوم الإنسانية بامتياز، لأنه هو اللي درس النصوص وقدر يعني ينفذ إلى الإبستيمي، ويطلق عليه العقل يسمى إبستيمي. فكل فترة مثلا تاريخية حكم إبستيمي معين، إبستيمي الفترة الديكارتية، وإبستيمي الفترة الكانتية، وإبستيمي الفترة الهيجلية. يعني كل فترة لها إبستيمي معين. جميل جدا. شاركوا معنا الأستاذ اللي حاب يتكلم وقصيناه بقلي. خليتونا نرجع لك، تفضل أستاذ. كبيرة نرجع للتعب بن رشد والعقل، وخلي نواصل مع الشيخ الحوري، نقول الحقيقة أو الحقيقة العلمية والعقل. العقل حسب مفهومي الخاص هو أداة للوصول إلى الحقيقة. لماذا؟ لأنه لو استعمال العقل، طبعا العقل كما قال الشيخ قبيلة وانت قصدت يقول عرفت العقل بالعقل، لأن بالعقل نقول احنا فعالياته نوصل إلى إدراك حقيقة. من بعد الحقيقة هذيك احنا نصنفوها، لو كان نصنفوها فلسفية ولا نصنفوها علمية. صحيح. وبالتالي احنا اليوم الحقيقة العلمية واضح ميدانها هو فلسفة العلوم، والحقيقة الفلسفية تبقى اللي تبحث في حال الحقيقة وفي ماهية الإنسان وغيرها. بالتالي أنا أشوف فيها العقل هو أداة. لا، العقل هو عنده حق الأستاذ، لأن الفلسفة والعقل قديما مش كما الفلسفة والعقل حديثا. هنا نجي ربما نجي الأستاذ وتوافقوا معاه أنه مع ما قلته، أن الفلسفة القديمة والعقل كان البحث عن الحقائق المطلقة ولذلك دخل في صراع مع الدين ومع الميتافيزيقا وكذا، وجبت مدارس والتكفير والزندقة كما صراع عندنا في العالم، حتى عند عالم المسيحي واليهودي أيضا صراع الديانات التوحيدية الثلاث. لكن اليوم مع ما يسمى الفلسفة المعاصرة، وربما من ميشيل فوكو طلع المدرسة البنيوية التفكيكية وجماعة وجاند جاك دريدة ومجموعة، الآن أصبح تقريبا الحديث عن العقل كأداة. أداة هو كما كان يحدث فيك، أصبح كيفاش يدخل النصوص، قراءة النصوص، تفكيك النصوص، ما وراء النص، ما عادش كما قبل البحث في هذه المهيات الكبرى يعني في الحقيقة كان اختلاف كبير بين الفلسفة قديما والفلسفة الآن. وربما هذه النقطة اللي كانت في الاختلاف بينك وبين الشيخ، أنا الشيخ قاعد يقول لك حاكم في صحيح في هو وشد في الفلسفة المعاصرة يقول ودورها الآن. العقل هو أداة، كما هنا عندنا تعليق من أحد الأخوة. أيوة. يعني عجبني التعليق هذا، وكان ياسر تعليقات. واحد يقول ألا يمكن اعتبار أن العلماء اليوم خرجوا عن الهدف من بحثهم الذي هو الوصول للحقيقة، وبالتالي خدمة البشرية إلى هدف براغماتي وهو السيطرة والمنفعة الذاتية. يعني هذا أحد المعلقين. كذلك عثمان عيا، إذا تحبوا ندير واحد بعد واحد ونقرأهم، يقولك الفلسفة المعاصرة فلسفة متفتحة على كل الفلسفات، وتجاوزت الفلسفات الدوغماتية المعاصرة وما عبر عنه باشلار وهابرماز، وتجاوزهما للعقل الأداتي السردي. هذا عثمان عيا. كذلك ريما في من الفلسفية تقول وهذا ما يميز الفلسفة المعاصرة
تعلق على عثمان عيد تقول له هذا ما يميز الفلسفة المعاصرة إنها فلسفة غير نسقية، جيد، أي ضد النسق، وهذا ما عبر وتكلم عليها فيروباندا فيروباندا هذا الاسم لم يمر علي في كتابة في كتابه ضد المنهج. فالفلسفة المعاصرة هي مطلقية الفيلسوف، هي مطلقية الفيلسوف. كذلك تعليق أخر ولد الطاهر بترعة يقول كان للفلسفة الإسلامية تأثير كبير في أوروبا المسيحية، هذا يتحدث عن الرشدية وابن سينا وكذا، بحيث أدت ترجمة النصوص الفلسفية العربية إلى اللاتينية إلى حدوث تحول في جميع التخصصات الفلسفية تقريبا في العالم اللاتيني في العصور الوسطى، مع تأثير قوي بشكل خاص للفلاسفة المسلمين المتخصصين بالفلسفة الطبيعية وعلم النفس والميتافيزيقا. يعني مجموعة من التعليقات رأي الدور حول الكلام اللي تقريبا كنا نقول فيه. فضل الدكتور. إضافة قبل الصيغة. بالنسبة للمنهج والعقل الحقيقة العلمية والعقل. لا هو توكية الأستاذ عبد الغني. يعني اللي يدرس الفلسفة تو بالمفاهيم العصرية تو ما عادش يخاف من الشيء اللي كان قبل هك البحث في الماهيات الكبرى والغيبيات والطبيعة وكذا، تو الفلسفة أصبحت أداة وعملتية أكثر. تفضل أستاذ عبد الغني. بالنسبة حتى في الحق العلمية والمنهج العلمي في حد ذاته، المنهج العلمي لا يلغي العقل، لأن أساس من المنهج العلمي هو فرضية، هو ننطلقه، لأن الباحث حتى عندما يبحث لا يأخذ الأمور السطحية فقط، بل عندما يدرس الظاهرة يعطي مجموعة من الفرضيات، والفرضيات يجول اللي يتحدث عليها الأستاذ حوري هو ندخل للتجريب. صحيح. وبالتالي المنهج التجريبي لا يتعارض العقل، لأن العقل هو كما هذا الاعثار فض العقل جون سوارت ميل قال احنا من اللي نحتاجه الخيال وما نحتاجش العقل، لان الخيال هذا يروح بينا شيء اخر، وبالتالي احنا من خلال مجموعه من القواعد اللي وضعها من هو جون سوارت ميل القواعد جون سوارت ميل معروف عند القواعد نتاع الاستقراء، هذا من الفلسفه الحديثه. انا بالفلسفه حتى اذا اردنا نبحث في ظاهره نقدر نبحثها بقواعد استقراء اربعتها، وقال لك ما نحتاجوش فيه العقل، لكن ردوا عليها الكثير قالت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننفي العقل، لأن العقل هو يلعب دور فعال أنه يهيئ الظروف ويعطينا التصورات ويعطينا الأفكار ويعطينا الحلول. هذه الحلول الفرضيات هي عبارة على مشروع نتاع قوانين. متى يكون القانون نهائي؟ عندما نخضعوه للتجربة، ومن التجربة نصيغ القانون بالتالي العقل يلعب دور فعال في 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 حدود في حدود الظاهرة التي يدرسها العقل. صحيح. تفضل دكتور. بدون مداخلة قط سأضعكم في تجربة أو في وضع وأنتم حاولوا حل الإشكالية أيضا، اللي هي مثلا شخص يبحث عن حقيقة لقاح كورونا ويبحث عن جائحة كورونا هذه الإصابات، كان يقول مثلا إذا أصيبت مرة المرة الثانية ما تجيك كورونا. دراسات وجد، ولكن أين الحقيقة الآن؟ كان دراسات تقول تجي مرة ثانية، وكان يقول لا اللقاحات كان يقولوا لها فعالة وغير فعالة. كاين ناس طبعا تروح تقصد الحقيقة العلمية هنا، الحقيقة العلمية ماشي حقيقة مطلقة. تو إنسان في هذه الظروف وقت جائحة كورونا وقت أولا كاين ناس تبعوا في الفيسبوك راحوا في معلومات مضللة، قال مثلا اكتشف بشرى سارة هناك اكتشاف لعالم اكتشف اللقاح، إذن هذا كذب، هذا كذب وهذا معرضين ليه العلم. الحقيقة أصبحت مهددة من أطرافها، من إشاعة زيد من صحف غير مغمورة. المفروض إنسان في هذه الحالة مش يدير الفاكسة عنده آثار سلبية أم إيجابية، وش راح يدير؟ لازم يختار، لازم يقرر الآن وين الحقيقة. الله أعلم، ما يشعد ابن رشد ولا غير، وش لازم يدير؟ كان طبعا الأصدقاء راحوا الفيسبوك. إنسان عاقل لازم يروح لكبريات الصحف، كان كبريات المجلات المرموقة، وحتى هذيك ما تقدش أنها هذا ما العقل تأكد بالمئة في المئة. مثلا بي بي سي ما تروحوش الراديو تروتوار أو الفيسبوك، تروح البي بي سي، تروح الفرانس 24، معناها مؤسسة صحفية قوية. هذا رقم واحد. رقم اثنين كاين مثلا الإشهار أو البراغماتية كما قلت لك بلا التعليق،
الكذب كان إعلانات تجارية كاذبة. كيفاش بنتأكدوا منها؟ هذول عندنا حيرين الآن. وين أين الحقيقة؟ هو رو كان العلم كان علماء ولكن أين هو بالذات؟ لا هي تسالك الأستاذ رو موضوعي، لكن ممكن أن كان حقيقة علمية مغيبة نتيجة صراعات حروب مخابر، لأن ما يخفكش عليها أن كان حروب بيولوجية يعني الآن بدل هذيك الحروب اللي كنا نعرفها الكلاسيكية والتقليدية، وهذا مش موضوعنا أصلا. بالنسبة بالنسبة لي يعني نربطه احنا الفلسفه براهيننا الفلسفي ونربطوها باخر التطورات في الفلسفه، يعني اخر المستجدات في الساحه الفلسفيه. هو اصلا هو اصلا مفهوم الحقيقه من مفهوم من كلاسيكيات الفلسفه. مفهوم الحقيقه هو من كلاسيكيات الفلسفه. لماذا؟ لانك انت مثلا لما تكون تبحث عن الحقيقه انك تبحث على شيء ثابت ومطلق، ولكن اليوم لا في العلم ولا في الفلسفة ولا في أي ميدان من الميادين هناك الثابت والمطلق، لأن مثلا كل شيء هو في تغير. حتى النص نفسه كمحتوى معرفي هو دائما يتفجر بالمعنى. إذا ربطت أي نص، خذ لك نص مثلا أفلاطوني، خذ لك نص ديكارتي، خذ لك أي نص مثلا، وليكن القرآن الكريم، كيف مثلا نثبت مثلا أن القرآن الكريم هو نص صالح لكل زمان ومكان؟ هو صالح لكل زمان ومكان ليس لأن له فهما دقيقا وواضحا وثابتا. لو كان ذلك كذلك لكما قال الشيخ الشعراوي أن تفسير محمد عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم كان كافيا وعنده ينتهي القرآن. ولكن النص القرآن يبقى دائما يتفجر بالمعنى، لأننا كلما ربطنا أي نص من النصوص بلحظتنا التي نعيشها كلما يعني، لأن مثلا المنهجية نتاع دراسة هذه النصوص هي منهجية ذهاب ثم إياب، ذهاب إلى سياقه التاريخي وسياقه الفلسفي ثم العودة به إلى سياقنا نحن. لأننا نحن مثلا إذا أردنا أن ندرس أي موضوع فلسفي وذهبنا إلى هناك، ذهبنا إلى الماضي وبقينا في الماضي، فلا قيمة لهذه الدراسة، لأن الدراسة يجب أن ترتبط بحاضرك. يعني كل دراسة وكل بحث أكاديمي يجب أن يرتبط بمثلث بثلاثة نقاط: اللحظة، الأنا، المكان. اللحظة والمكان والأنا، يعني اللحظة الحاضرة والمكان الحاضر والأنا الشخص الذي يدرس. ومدام هذا الأنا هذا اللي يدرس واللحظة متغيرة والمكان متغير والأنا اللي يدرس هو متغير، فبالتالي فإن الحقيقة تبقى دائما مغيبة، كما يقول جاك ديريدا هو الاختلاف. كل فكرة هذه وجهة نظر، هذه ما هيش حقيقة مطلقة. كل معنى نتصل إليه هو معنى، هناك معنى ينتظره، هناك معنى آخر مغيب. يعني لا يوجد شيء حاضر بشكل مطلق أنت تذهب له وتجده حاضر. يعني أنت كل ما توصل إلى فكرة حاضرة هناك وراءها فكرة مغيب. لكن هذا كلام يعني نقدر نقوله أنه كلام يعني في الحقيقة مبهم وغامض. ليه؟ لأن تو إذا كان كل شيء المعاصرة. لا هو خلي صميم الفلسفة المعاصرة، الفلسفة وراءها فلاسفة ولا لا؟ إحنا إذا كان إحنا عيبنا أننا لا نتفلسف ونخلوا الآخرين هم اللي يتفلسفوا يملوا علينا فلسفتهم. يعني في الحقيقة كما نظرية التغير اتفقنا يا دقيقة يا أستاذ، خليني دقيقة ونرجع لك الكلمة. مش يعني هذه نقطة، الكلام اللي قلته هنا يعني كلام في منتهى الحساسية والدقة. لأننا لو نسلم بأن كل شيء متغير إذن ما كاش حقيقة ثابتة، ولما نؤمن بأن ما كاش حقيقة ثابتة معناه تأكد أن حتى الإنية نفسها هذه وين تبقى في حد ذاتها تذهب في خبر كان. بينما إحنا كل القوانين تاع العلم تثبت أن الإنسان رغم تطور الكينونة من ولادته إلى اللحظة اللي عايش فيها تو في أنستون ولا لحظة سين أو زي، كل التطورات اللي تمر عليه الإنسان من الطفولة للكهولة يبقى شيء واحد ثابت فيها، وهو هذه الإنية المشار إليها بهذا الشخص بعينه. وربما هذه المسألة اللي كانت من أكبر المسائل اللي بحثوا فيها عن قضية حشر الأجساد واليوم الآخر، كان إذا كان البعض ما قدش يطرحها ولقاه أنه ما يوصلش لها وحب يسكر الباب على الناس أخرين بيش يفكروا ويتفلسفوا، فإن كان ناس أخرين
يعني هداهم الله إلى سواء السبيل بطريقة أو بأخرى، لأن إحنا نمنو أن الحقيقة إذا كانت موجودة فهي موجودة بغض النظر عن وجودنا، وإذا كانت مش موجودة راهي مش موجودة، سواء كنتنا موجودة أو معدوم. إحنا تو لما نقولوا أن كل شيء في التغير، لاحظ أن اللي يقول في الكلام هذا رو يتحدث عن صيرورة مركزها الإنسان، هذا الأنا. يعني وهل هذا الإنسان الأنا يتغير ولا يتغير؟ أنت الشيخ العربي، أنت الشيخ العربي، قبل أن تدخل إلى الحس، وهذا موضوع فلسفي يعني، موضوع فلسفي. بس تبقى دقيقة الشيخ، تبقى الأنية تاع الإنسان كما بادي العقل تبقى ثابتة، لا توافق الشيء، لا شيء يتغير، لا متغير، لا متغيرش، كان فيه ما يتغير فيه ما يبقى ثابت. أيوة كان ثابت ومتغير. سمح لي سي عبد الفتاح، انت مثلا قبل ان تدخل الى هذه الحصه هل تخرج بعدها بنفس الثبات نفس الان؟ لا بس صح، يبقى العربي بريك، العربي بريك، هذا يبقى العربي هو هو الشخص بعيني، هذا هو فلان. انت كنت تلاقى واحد 20 سنه ما شفتهش، تقول بعد تشوف تلقى ملامح تغيرت، وبعد في الاخر يبدا يذكر فيه، تقول انت فلان. وشو اللي يخليك انك تقول هذا هو فلان بعيني؟ تغير العربي، مش العربي دقيقه. طيب بالنسبه للنيه تبقى ثابته، والجانب المعرفي يتغير، والا كان لكن سمح لي النيه، الشخص يذهب الى ثقافه اخرى، يتقل الثقافه اخرى. ليه حتى في الاحلام استاذ عبد الغني يحلم الانسان ويقول نحلم؟ يس العربي دقيقه فقط، يذهب ثقافه اخرى، يغير دينه، يغير ثقافته، يغير، لكن يسال من انا؟ يبقى هو هذا الانا، هذا الشيء يبقى ثابت. هذا من الاوهام اللي يعيشها الانسان، هذا وهم، هذا وهم. إذا الوهم هو حقيقة أكبر من الحقيقة. لا 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 أبدا، هذا وهم. لماذا؟ لأنك أنت تعتقد أنك بقيت محافظ على ذاتك، ولكن ذاتك تتبدل في كل شيء، بيولوجيا، نفسيا، اجتماعيا، كل شيء. هل إدراكك لذاتك تو صحيح؟ ما بين جيانك من الحوش وكنت ترجع الحوش، يتغير إدراكك لذاتك؟ يعني قد تظل وتقول تروح الحوش أخر وتقول هذا حوش. علاش نبقوا ناس العربي الفلاسفة خرجوا منها، قال لك هذه راهي ذات ميتافيزيقية، تبقى هي ذات ميتافيزيقية. هو لو كان شيء احنا ندركوه، لكن ربما مازال انا، ربما الشيء الجميل اللي ذكرته ان العلم ديما في التطور، هذا هو التغير. معناه هذا دليل على ان الانسانية موصلتش اللحظة القصوى للعلم وانكشاف كل الحقائق، موصلتش. يعني الحقائق قاعدة، يعني من بين ذلك قال لك ان ما اكتشف في القرنين 19 و20 يضاهي ما اكتشف في قرون. احنا نقول تو ربما هذا الشيء، احنا متأكدين ان نهاية العالم هذا مش رايح تكون الا بانكشاف كل الحقائق. هذه تقريبا هذا الصيرورة التاريخية والعقلية، لربما حتى بمنطق هيجل نمشوا بها. هي تقول كما هكا، يعني فكرة نقيضة تمشي، فكرة نقيضة تجلد الجدل، الروح المطلقة. وكيفاش الروح المطلقة كيفاش تتحرك؟ فلسفة التاريخ عند هيجل، تجليات الروح المطلقة، تجليات الروح المطلق. لأن ما تنساش أن إذا كان هناك من صنع العالم وخلقه، إحنا مش إحنا اللي صنعناه العالم، هذا وين؟ هناك من صنع العالم وهو خلقه، وكما أن بدأه في لحظة معينة، اللحظة اللي ينهي فيها بالتأكيد أن هذه اللحظة لها أكثر من معنى وقيمة، مش أي لحظة عشوائية. لأن إحنا المشكلة تاعنا تصوراتنا يعني في بعض الأحيان تحسها عبثية، مش متناسقة مع الدين نفسه. يعني القرآن يقول شيء وإحنا تلقانا نمنو بشيء آخر قاله فلان في عصور التخلف والانحطاط، هذاك ما كاش فاهم الشيء. وهذا ربما تجدد فهم القرآن، وأن في كل 100 سنة يأتي الحديث من يجدد هذا الأمدين. يعني المشكل أن العقل تاعنا، هذا الكلمة اللي قال عليها الأستاذ في الأول من هداف الجمعية، أن العقل النمطي والجامد هذا هو اللي خلانا إحنا ما نتحركش. وإلا لو كنت تحرك العقل الإسلامي ربما يوصل أكثر من إبداع العقل الغربي، لأنه مكتب بديت تحارب في الثبات. ما الشيء اللي يقصده ربما عثمان عيا هنا يقول نحتاج لتأسيس عقل نقدي إسلامي قادر على تحديد منابع قوته والوقوف على أسباب تعثره وتجاوز العقل السردي المكبل بالأساطير والخرافات.
كان عبد الكريم بن عمر يقول نعم صحيح. ويبقى الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت هو الأب الروحي لها، ففي كتابه الخاص المقال المنهج وضع بأن الفلسفة لها منهج خاص. تفضل أستاذ. الشيء اللي يقصدها الدكتور سعيدي أن مش الإنسان اللي راح يتغير كذات، ولكن الحقيقة التي يصل إليها الإنسان. أعطيك مثال، الحقيقة هي اللي تتغير، الحقيقة الإنسان. نعم نعطيك مثال، الله سبحانه خلق الكون وأنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد، صح؟ باي. هل نحن نعبد الله بنفس الطريقة؟ احنا أنا مسلمين معتقد ديني إسلامي، هل نعبد الله بنفس الطريقة؟ كيفاش نعبد الله بنفس الطريقة؟ احنا كمسلمين هل نعبد الله بنفس الطريقة؟ من حيث الطقوس، من حيث الطقوس، العبادات أو المعاملات نعم. في الشكل ولا في المضمون تقصد؟ شكلا ومضمون. لا في الشكل تقريبا متقارب، اختلاف بسيط، لكن المضمون يختلف. ولو يكون اختلاف واحد من 100% نلقوا اختلاف واحد ولا نسبي بلغة العلم. والله في الحقيقة فكرة النسبية هذه، لأن كان ما بين النسب والنسبية رأي مغالطة كبيرة في مفهوم النسبة والنسبية. شوف معلش، في مفهوم النسبة والنسبية هذه واحدة على جانب علوم تجريبية والأخرى علوم إنسانية، لأن العلوم الإنسانية نسبية، ما نقدروش نتفقوا على شيء واحد وثابت. أما في العلوم التجريبية سقوط جسم هناك جاذبية، هذه ما نختلفوش فيه. بالصح الشيء اللي يقصده الدكتور السعيدي أن الحقائق تتغير. نعطيك مثال في انفصال العلم عن الفلسفة ومن بعد العودة تاعه، الثورة الكوبرنيكية وغيرها، هل هناك الحقائق ما بقتش ثابتة، تغيرت وصولا إلى القرن 21؟ كان الحقائق تقريبا جولة تغيرت، من بين حتى الحقائق التاريخية اللي نعيشوها نحن اليوم في زماننا، هل بقيت على حالها ولا هل وصلت إلينا كما وقعت؟ احنا نسمع كلام حدث وقع بشكل، ولكن هل وصل الينا فعلا كما دونا بالاحرى كما وقع، مطابق لما وقع؟ اذا كان في تغيرات مش معناها ان كان حقيقه تغيرت. كان فرق ما بين التغيرات اللي تحكي عليها انت في الجزئيات وما بين التغير في الاصل او في المصداق او في المفهوم نفسه. لا اري كل حقيقه، نعطيك كما مثال الهندسه الكلاسيكيه، الهندسه الاقليديه جت عليها الهندسه اللا اقليديه، يعني بقينا في نفس الفكره ولكن جبنا شكل اخر. الجاذبيه انعدام جاذبيه، لا هي هنا في قضيه الفلسفه الاقليديه والفلسفه اللا اقليديه. كاين اللي فهموها او الهندسه اللا اقليديه عفوا، كاين اللي فهموها باللي راهي نفت الهندسه اللا اقليديه. لا لا نفت الهندسه الاقليديه، ولا مش نفي. لا مش نفي. هو كان تطور أن نسخ العالم المسطح تستخدم الهندسة الإقليدية في العالم اللي عنده أكثر من بعدين تستخدم الهندسة اللا إقليدية. لا مسلمات هسه العربي هي. نعم. لا مش قضية مسلمات، لأن كان النسبية، راهو كان هذه النسبية غلطة تنسر ياسر الناس. تجي تقول له في ولا وجهة نظرك، هذه كان ياسر الناس يتحدث فيه تعطيه حقيقة معينة، يقول لك من وجهة نظرك تعطيه كذا منه ومنه تقنع بشيء معين، يقول لك نسبي ما كاش حقيقة. هذه سفسطة، هذا مدخل كبير للسفسطة، تولي ما كاش حقيقة ثابتة، ما كان حد شيء ثابت. نرجع لعهد اليونان والسفسطة، وعلى ذكر السفسطة كان واحد يقول إن بلال زيدان يقول غياب الحقيقة المطلقة مبدأ سفسطائية الذي كان مبدأهم الإنسان هو مقياس الأشياء جميعا وهي فكرة حاربها سقراط ووقف ضدها، كما أن الحقيقة المطلقة تتنافى مع الواقع المتغير. إذا كان حقيقة مطلقة ولا ما كانش؟ احنا نكون كان حقيقة مطلقة ولا ما كانش حقيقة مطلقة؟ ما كانش حقيقة مطلقة، لا يستطيع أن يصل إليها الإنسان. ولا أننا نقول باش يصل إليها الإنسان لازم حتى هو يدخل في إطار المطلق. أيوة. ولا يعتنق المطلق إلا مطلق. والمطلق هنا هو إلا الله. نعم المطلق هو مغيب، هو ميتافيزيقي مغيب على المعرفة الإنسانية. سبحان. لا أو لنقول أن كان حتى المعرفة الميتافيزيقية هذه وين لها أرباب، يعني مش تول الناس تتجرأ كما قال مالي التراب ورب الأرباب. يعني ما تقارن ما بين إنسان خلق من تراب، يعني كما فرعون من قال لما علمت لكم من إله غيري، يعني وصل الغرور والعجرفة حتى عاد يشوف روحه. يعني هنا يعني في الحقيقة أن احنا كان مدرسة
أو مدارس راهي مغيبة في الفكر الإسلامي وما زلت متفعلتش أنا نقول نرجع للنقطة تاع في واحد الشيخ مثلا يقول لك الحقيقة المطلقة عند الله سبحانه وتعالى تبقى في عليائه هذه، ولكن أنا كإنسان مثلا مربوط بلحظتي ومربوط بشروط وجودي ومربوط بالحقيقة لأن هناك ثمة حقيقة. هل أنت أنت كائن ثمة حقيقة لازمك تلتفت إليه. أنا كل يوم نكتشف جديد في نفسي وكل يوم نكتشف جديد وكل يوم تتغير. لا، ولكن هل أنت لما تولي في السيارة وتمشي في الطريق تغير الأماكن والأشجار هل ينسيك أنك في الطريق واحد متوجه مثلا من الجزائر بسكرة أو من الجزائر العاصمة؟ يعني التغير هذا كما مش معناها أن رح يوقعك في إشكالية. لا لا، هناك يعني بالعكس الدكتور عبد الله لو يطرح السؤال يقول هناك إشكالية، وجميل جدا أن يشاركون الناس يعني أننا تفعلنا مع بعضهم، إحنا أيضا نستفيد يعني في الحقيقة. قول هناك إشكالية في الثابت المتغير في صيرورة الزمن، وطرح النسبية هو طرح يمتلك المغالطة لدى العقل العربي في فهم المتغيرات. قالك طرح تاع النسبية هنا، إحنا عندنا إشكالية ذات في تاع الثابت المتغير. ثاني يقولك طرح النسبية هو طرح فيه مغالطة لدى العقل العربي في فهم المتغيرات. يعني تقول نسبي يعني كما قضيته، يقولك وجهة نظرك يعني ما لمكاش حقيقة نتفقوا عليها، ما لا ما كاش حاجة. إذا كان الحقيقة إذا كان ما كاش حقيقة، إذا ما كاش اعتقاد. ولما ما ينحل الاعتقاد، إذا نظن الإنسان راح ينحل حتى اعتقاده بأنه ها هو هنا في هذا المكان في هذا الاستوديو تحت هذا السقف، وأنه هذا الوقت هو 7:30 أو 8:00، وأنه في الليل، وأنه في مدينة الوان، كل شيء راح ينحل. بالتالي أنا مش نعرف روحي، نصبح مانيش عارف من هو أنت، مش نعرفني. يعني خرجنا من السفسطة إلى الهلوسة والجنون. لا يوجد معيار نحتكم إليه، ها؟ ينعدد من المعايير التي نحتكم إليه. كان واحد أخر ويضيف يقول كل شيء، يعني كان ياسر تعليقات لكن الوقت ما يسعفناش باش نقراها كل. يقول كل شيء يعرف التغير فهو نسبي، لكن في مسألة الدين يجب أن نميز بين الدين كمبدأ إلهي لا يمكن الوصول إليه مع كل الاجتهادات، والدين كممارسة إنسانية التي يجب استحضار العقل النقدي في توجيهها. جيد. هذا الشيء اللي قبل اللي تحدثت عليه، قلت لك هل احنا رانا مسلمين وهل نحن نعبد الله بنفس الطريقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قلت اختلف امتي على 70 شعبة كلها في النار الا واحده. شكون هي الواحده؟ كل واحد يقول لك انا احنا. وبالتالي معناها لهنا الان انت الان كانت تعطينا الحقيقه نسبيه ام مطلق. إيه، يعني إذا كان أنت تحب تقول أن مبرر يعني الاختلاف كما أنه مشروع، كذلك البحث عن الطريق الصواب والحقيقة أيضا حتى هو عند أكثر من فضل. بالنسبة للنقد العقل الإسلامي دائما تبقى ليس كالعقد كنقد العقل الأوروبي. العقل الأوروبي متحرم من كل القيود، والعقل الإسلامي تضبطه مجموعة من الضوابط. إحنا إذا كان المبادئ الدين وما وما جاء في القرآن وما جاء في المفاهيم الشرعية الموجودة عندنا هي تبقى كحقائق، يبقى فهومنا نحن اللي تختلف من فهم اجتهاد. مسألة الاجتهاد كما مسألة الصلاة تحدثنا عليها ذيك المرة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هكذا معنى الحديث. جماعة فهموا أن أذن العصر، قالك لا جي وقت الصلاة نصلوا، وخرين قالك يا وقال إن لا ما تصلوا العصر إلا في بني قريظة، راحوا صلوا. كي رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم أيدهم الاثنين صحابة هذو مين والصحابة الأخرين. يعني هنا لأن هنا مش اختلاف بالضد، معناه أنت محق وأنت مبطل. لا مش معناه هم كيفاش يقولوا هذاك الأوبوزي هذاك التناظر المطلق. هم الاثنين واحدين تقيدوا بظرف الزمان، واحدين تقيدوا بظرف المكان. صحيح. لا تقيدوا بظرف الزمان، قال لك الصلاة عندها وقت لازم نصلوا. أيوا. واحدين تقيدوا بظرف المكان، قال لك الرسول أعطانا مكان نوصلوه. أعطيك الصحة. أحكم أي ولا. وبتصير الاثنين في صواب. هذا جاي في وقته في ظرف الزمان قال لك نصلي، والآخر قال لك لا احنا نروح لظرف المكان. صحيح. لا إشكالية هذه يذكرها
مالك بن نبي في شروط النهضة عندما يتحدث عن الفكرة الخالدة يقول شيء ما الذي أعجبني هو ما قاله هو محمد إقبال. قال النصيحة الوحيدة التي بقيت تأثرت بها هي نصيحة والدي. قال اقرأ القرآن كأنه نزل عليك. اقرأ القرآن كأنه نزل عليك. بمعنى القرآن كشيء ثابت لكن قراءتنا القرآن هي عندها فهو صحيح عندها فهو صحيح. وهذا 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 الشيخ الشعراوي يقول القرآن في القرآن في عدة عطاءات أكيد. كل واحد يكتشف هذه العطاءات وكل عصر تكتشف في العصر الواحد تكتشف عدة عطاءات. هذا يضرها من ناحية لغوية، هذا من ناحية جمالية، هذا من ناحية علمية، هذا من ناحية تفسير، كل لغوية كل واحد كيفاش ينظر. ولهذا لهتفنا عجائبه بالضبط يعني تبقى عطاءاته مستمرة إلى يوم الدين. صحيح صحيح. ربما منش عارف الجانب هذا الإشكالي إذا كان رايحين نروح النقطة الآن مهمة. تفضل دكتور قبل ما نروح. ربما نقطة على الفكر العربي وعيوب الممارسة الدينية في الحضارة العربية وطرق الخروج من الأزمة. مش عارف النقطة دي مبرمجة ولا ما زلنا فيها هذه. عاود لي تعال عيوب ممارسة جمود العقل الإسلامي يعني عن طرق الخروج منه. كان كثير من العيوب طبعا كثير من السلبيات، مثلا مثل ظاهرة أو حادثة نصر حامد أبو زيد وفتوى علماء الأزهر بالتفريق بينه وبين زوجته وفصل من عمله. ماذا قام أبو هذا طبعا نصر حامد يا أخي طبعا عبارة عن اجتهاد من بين اجتهادات. طبعا يقال طبعا من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد أخطف أو أجر واحد. وبالتالي تلاحظ أن الفهم طبعا أو التأويل للدين في التاريخي فيه بعض طبعا التشدد وفي بعض أخرى طبعا فيها كثير من الاجتهاد أو التجديد. يعني هذه المشكل ربما كان قضية هو أننا مازلنا خافوا حتى من العقلانية والفلسفة والتفلسف ونضيقوا عليهم أصحاب الفكر هذا أصحاب الرأي. أنا تصوري سلام بمعنى الإشكالية على الفكر العربي الإسلامي كانت إشكالية وأزمة مطروحة مع كلاسيكيات الفلسفة اللي هي لأن الفلسفة في العصور الوسطى كانت نسقية والإسلام لا يسعه النسق. الإسلام لا يسعه النسق. يعني لماذا كفر مثلا أبو حامد الغزالي كفر الفلاسفة ابن سينا، يقصد ابن سينا بدل الأولى والفارابي وكذا وكذا. لماذا؟ لأن مثلا البيت المشهور لأبي النواس فقل لي من يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. كونك لأن النسقية هذه أصبح ينظر إليها اليوم كمرض. مثلا إدغار موران هذا فيلسوف حديث أو من مواليد 1921 يعني في 2021 عندها قرن من الزمان ومازال يبدع وينتج. وفي 18 نوفمبر الجاي عنده تدخلات ومازال حتى عنده يحاور في الأديان مثلا مع سعيد البوطي هذا حفيد عايش في سويسرا. كلمة الإسلام ما في كم عندهش نسق كيفاش هذه الفلسفة كانت تعتقد بأن العقل يطابق الواقع. يعني أن العقل يستطيع يعني أنك أنت لما تدير نسق مدركات العقل هي مدركات الواقع. العقل هو دائما يشتغل داخل نسق. هذا الشيء اللي كنت تمن به الفلسفة الكلاسيكية أنه يخدم داخل نسق. وش معناها؟ أنك أنت تنطلق من مجموعة من المبادئ فكل ما لا يتناقض مع تلك المبادئ فهو صحيح صحة مطلق وكل ما يناقضه فهو خاطئ. هنا تحول الفكر الفلسفي إلى مركز وهامش. يعني ما يناقض الفكرة فهو هامش لا قيمة له وما يوافقها فهو مركز وهو مهم. فأولئك الذين تناولوا الفلسفة تناول الدين من زاوية نسقية وقعوا في إشكالية. لماذا رجم ابن رشد في شوارع قرطبة؟ لأنه انطلق من وأحرقت كتبه ونفي خارج قرطبة. لأنه أول النصوص الإسلامية بناء على النصوص الأرسطية. صحيح. وابن رشد اتهم الفارابي وابن سينا بأنهم حرفوا ما قاله أرسطو الطليس نظرية الفيض. حرفوا وقضية الفيض هذا
هذه بالمناسبة أن كان وقع المشكل كبير وقع أنه كتاب أرثولوجيا تاع لنسبوه لأرسطو هو لأفلوطين ومما جعل الفارابي يكتب كتابه الجمع بين رأي الحاكمين وظنوا أن أفلاطون وابن سينا يمشوا في نسق واحد على ما تقول. فأنا يعني لكن سؤالنا أرى بأنه لا مشكلة بين الفلسفة المعاصرة وبين الأديان لأن الفلسفة أصبحت لا نسقية كما ذكروا أبنائنا في التعليقات نتاعهم ما عادتش تبحث عن ما هو خارج يعني أن الفلسفة كما يقول إدغار موران وهذا معاصر يعني لازال يعيش الآن في باريس يقول لك بأن الفلسفة لازمها تقوم على مبدأ التناقض أنها تبن نسقيا وتحاور يعني توجد تنطلق من داخل النسق وتحاور ما هو خارج النسق. جميل جدا. كان نقطة هو أن فقدت هناك بعض من قال أن الجدل اللي وقع عند المعتزلة والأشاعرة هو يعبر عن مضمون الفكر الإسلامي أكثر من الجدل اللي ولد بين ابن رشد والغزالي وابن سينا والفارابي. يعني الجدل اللي وقع ما بين ابن الغزالي وابن رشد وابن سينا والفارابي هو في الفلسفة اليونانية اللي كانت فلسفة بين قوسين خارجية جت من الخارج احتكاك ما بين اليونان وبين المسلمين. بينما الجدل اللي وقع في صلب العالم الإسلامي ما عنداش تأثير مباشر من الخارج هو ما جاء في اللاهوت الإسلامي اللي هو علم الكلام المعتزلي والأشعري. بينما من بعد شوفوا برأي المعتزلة يعني بعد العصر تاع المأمون بعد كيفاش انقلبت الدائرة عليهم وأصبح يعني رفضوا المعتزلة نفسهم أصبح الاعتزال بعد موافق للجهمية الإشكالية بالدرجة الأولى هي إشكالية سياسية يعني وجهها كلامي ولكن باطنها سياسي. صحيح صحيح. لأن مثل المأمون هو خليفة مثقف فأتى بالمعتزلة. صحيح. لما جاء المتوكل هذا أخ المأمون وابن هارون الرشيد ولكنه تركي شخصية عسكرية ولا علاقة له بالثقافة. إذن أراد أن ينتقم من فترة أخيه. صحيح. من أخيه من الأب. فبالتالي يعني شجع الأشعرية فسيطرت الأشعرية طيلة فترته. فلما توفي المتوكل وانتهى النفوذ الفارسي في الدولة العباسية جاء النفوذ البويهي وهو نفوذ شيعي. وهذا ما يفسر يعني انتقال الفكر المعتزلة إلى الشيعة أنه عاد الفكر الاعتزالي من جديد في القرن الرابع الهجري. يعني ماذا يفسر هذا العودة؟ يعني كان هناك أسباب سياسية هي اللي تحرك الأمور هي الأيدي الخفية لتحرك الخطابات الفلسفية. صحيح. تفضل دكتور. طبعا أنا أختلف على الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعيدي. الاختلاف مشروع. قال لا ما فيش مشكل بين الفلسفة المعاصرة وواقعنا اليوم واقع العرب والمسلمين المتخلف اليوم في إشكاليات كبيرة جدا. طبعا تاريخيا هناك اجتهادات في اجتهادات في الدين الإسلامي والتأويل. طبعا هناك طبعا اجتهادات مثلا كان تفسير الكلاسيكي هو تفسير الشافعي رؤية الشافعي هي الرؤية السائلة. والشافعي كان أنت ذكرتني هنا مواصل حديثك أنه هو اللي دخل ما يسمى أصول الفقه. لا هو مؤسس أصول الفقه وأدخل المنطق القياس. القياس يعني الصحة أدخل القياس لأن كان من يلومه عن الإمام الشافعي يقولك هو اللي أدخل القياس ومن خلاله خلفية المنطق واستدعاء الفلسفة بطريقة أخرى إلى أصول الفقه. صحيح. خلينا نكمل الفكرة. طبعا أتاح نوعا من الفقه وحرم نوعا آخر داخل نسقية الشافعي. صحيح. عاود نرجع الشافعي طبعا تاريخين أو بعض القراءات تقول أن الشافعي درس القراءة القرآن دراسة لغوية من ربعه اللغة هزها من العرب نفسهم راح للصحراء للبادية من النص القرآن والسنة وكذا وربما يوافقوا الظاهرية وابن حزم في هذا المنحة. لكن طبعا هل أوقع ماذا؟ أوقع في النسقية أو النهائية أو نهاية الأحكام معناها وفصل معناها كل شيء انتهى.
بين بعد ذلك جت نظرة المقاصدية عند الشاطبي. الشاطبي هو أصل منهج تاع الشافعي. المقاصدية اجتهاد آخر ينظر إلى النص ليس إلى مفردات النص إنما إلى كليات النص، كليات الشريعة، كليات الخمس طبعا، مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الكلية، الموافقات. صحيح، كتاب الموافقات، كتاب الموافقات. ولكن للأسف ونظر للبدعة توقف عندها طويلا البدعة الإمام الشاطبي. ولكن للأسف أن تاريخيا لم يكتب لنظرية المقاصد أن تشتهر وتنتشر في العالم العربي وتتطور أكثر، وربما فيها حتى فيها عيوب طبعا داخلية. ولليوم الفكر العربي والفكر الإسلامي ما زال لم يدخل مرحلة النهضة، على مش على الطريقة الغربية ولإنما بأي طريقة كانت. جميل جدا. ربما تكون لنا فرصة أخرى في حصص أخرى باش نستدعو ربما بعض المتمكنين في وصول الفقه أو في الشريعة أو كذا أو حتى في العقيدة باش نواصلوا بعض النقاط، لأن احنا ما نقدروش نحيطوا في هذه الحصة بكل كذا. لكن ربما في ختام الحصة، بما أن الفلسفة مادة مهمة في الثانوية وكذلك في الجامعة، لازمنا باش نوقفوا شوي على الجانب التربوي وعلاش الفلسفة أصبحت مادة ميتة ما تنتجش، بدل أننا كما نقرأ بعض قال أحدهم يكتب لماذا ماتت الفلسفة في الوسط العربي والإسلامي بحيث أصبح أصحاب شهادة الدكتوراه، هذا مانيش عارف إذا كان الكاتب مصري أم لا، يقول شحاذين لأجل المعيشة، خصوصا إذا علمنا بأن جامعات الدول العربية والإسلامية خرجت مئات الألاف من حامل شهادة الماجستير والدكتوراه وربما البوست دكتورين، بحيث أصبحت لدينا جيوش مجندة عاطلة عن العمل من أساتذة الفلسفة لكن بلا فائدة وعمل أو إنتاج مفيد. إننا في الحقيقة نحتاج إلى فلاسفة لا إلى أساتذة الفلسفة العاطلين عن العمل. يعني هذا مقتطع من كلام يعني نزلة كبيرة، يعني مانيش عارف. أنا أتذكر يعني بالمناسبة في الثانوي في نهائي كنت في الفرض الأول أو كذا كتبت مقال يعني بقناعتنا وبطريقتنا، أخذت فيه أقل نقطة في الفصل. في الامتحان أو اللي بعده، الفرض اللي بعده أو الامتحان اللي بعده، كتبت واللي كتبته في المرة الأولى كنت هذاك المقتنع بينا خارج من الصميم كما يقول، ومديتش عليه نقطة مليحة. بينما في المرة الثانية لما قرينا المناهج والطرق الجدلية ومنش عارف وشو الاستنباطية قداش من الطرق اللي أصبحت تحفظ المناهج هذيك والطرق تحفظ ويصب فيها، أصبحت قالب يصب فيه التلميذ يعني والطالب المقولة هذيك الفلسفية ويسوغها بسياغة ويدي عليها نقطة، وهو في الحقيقة ما دار حد شيء، يعني نوع فور دخل فيه يعني خبزة معينة بشكل معين حجم معين خرجت كما هو مطلوب. في المرة الثانية أخذت على نقطة رغم أني ما اقتنعتش، يعني استخدمت المنهج استخدام صحيح لكنتي ما قديش نعبر عن الأفكار اللي كانت تجول في بالي في ذاك الوقت. يعني حثونا عن النقطة هذه نختم بها الحصة من يبدأ أو سعد الرحمن ما نتحدثوا عليها في الثانية والجامعي خاصة بالجزائر هنا، لأنه نزيد نذكر زواوي بغورة اللي هو في الكويت على ما أعتقد، وكان في جامعة قسنطينة، يعني كتب كتاب على الخطاب الفكري في الجزائر وتحدث عن مشكلة الفلسفة وتدريسها. من يحدثنا عنه؟ تفضل الدكتور. أنا أحدثك يعني على وجه الخصوص في الدراسات الأكاديمية الجامعية في السنة الماضية، يعني في شهر فبراير 2021 درنا ملتقى في الجامعة نتاعنا على البحوث الأكاديمية في الجزائر، فأنجزت مداخلة البحوث الأكاديمية الفلسفية في الجزائر. فماذا وجدت؟ يعني وجدت أن إشكالية الفلسفة في الجزائر هي أن تقريبا جل الباحثين ينقسموا إلى فريقين لا ثالث لهم، فريق ضعيف في اللغات الأجنبية يذهب إلى العصور الوسطى ويغوص في إشكالياتها قديمة، وبالتالي فهو يتناول في مواضيع بيننا وبينها بعدا زمني مسافة زمنية يعني دون أن يسقطها على واقعنا، يعني يبدأ يتناول فيها في إطارها هناك، الذهاب إلى هناك دون العودة إلى هنا.
وهناك فريق آخر يرتمي بأحضانه في الفكر الغربي ويبدأ يتناول الفلاسفة الغربيين والفلسفة المعاصرة دون أن يحاول تطبيقها أو تناولها دراستها رجعنا للإيديولوجيا الفكر عندنا مؤدلجين ما عندناش مفكرين نعم عندنا مؤدلجين والصراع صراع إيديولوجي بين معربين ومفرنسين وبين إسلاميين ولائكيين هذا الواقع الموجود ما عندناش مفكرين اللي فكر كيفاش أنه يوصل هذه الحقائق انطلاقا من ثوابت الدين ومعطيات العلم الحديث الحمد لله الحمد لله رب العالمين افتتح عندنا مخبر في الكلية نتاعنا اللي هو خدمة المجتمع الرئيس نتاعه هو عبد البروفيسور عبد الباسط هويدي أنا يعني أخذت فرقة في هذا معايا الشيخ حوري معايا مجموعة الأساتذة الزملائي حبينا احنايا ندخلوا للفلسفة في القرن 21 يعني آخر المستجدات في الفلسفة فدرنا فرقة خاصة بفلسفة الإيكولوجيا الفلسفة التي تبحث بالبيئة نعم والمداخلة اللي درناها ذيك المرة في مع الشيخ نجيب باللباسي درناها على قضية فلسفة البيئة وفلسفة أخلاقيات المهنة هذه موضوع هذه موضوعات راهنة هذه فلسفة العملية وفلسفة العمل نحاول نحن أن نحرر الفلسفة أو تصورنا للفلسفة من علاقتها علاقة العداوة مع الدين يعني ومن ما نحبش ندخلوا الصراع بين الفلسفة والدين اللي عاشوها انا حتى في الماجستير تاعي في الدكتوراه بحثت في فلسفة العلوم يعني مع نظرية النسبية ومع نظرية الكوانتوم مع هذه النظريات يعني اشكالية كبيرة لان كاين البعض من الناس ذات الفلسفة يخوفوا منها الناس يعني ربما سائدة في المعتقد ما تنسوش ان مجتمعنا مازال رو يعتقد في كثير من الامور ترجع للاسطورة والمخلفات العقل الخرافي بالتالي الفلسفة يقول لك يا دخلك الحيط يا ما توكلش الخبز هذه كانت مقولة وكان يقول لك أخر أنها رايح توصلك للهرطقة وللحال تخرجك من الدين ومن الملة وأخرين يقول لك توصلك لجنون تولي تحدث في روحك هذه يعني للأسف يعني هذا المعطى يعني هذه من المعطيات اللي لازم نوضحه احنا للناس ونعطوهم الصحيح ما نخلوش المغالطات هذه وين تبقى سارية المفعول هنا قبل ما نقري في المفاهيم ونعطي المناهج لازم نفهم نرجع الأصول لولسة لازم نرد إنسان يولي عنده قابلية بشيئاً أن يدرس الفلسفة ولا لا تفضلوا طيب من هنا نبدأ من الكلام كنت قلت فيه نبدأ من هنا وقع الدرس الفلسفي في الجزائر في التعليم الثانوي وهنا عندنا نقطتين ما هو كائن وما يجب أن يكون ما هو كائن الكلام اللي كنت تحكي في أنت أنها سبسطة أنها كذب أنها غير معناها غير عملية وغير مجدية صحيح أصلا يدرسوا فيها في كما الشعب العلمية يدرسوا فيها معامل ضعيف وفي صحيح في آخر في البكالوريا كيف أنها لو ساعات يديرك الأمر تلقاه دكتور في الفلسفة وكذا يعني بدون تشخيص يعني احنا ما نلوموش نلومه ونعذر يعني نلومه من جهة ونعذر من جهة أخرى الإنسان هو ابن بيئته وابن كذا لأن لكن نقول كيفاش هذا المفروض أن الإنسان يحرق شوي خلايا مخه يعني إذا كان لو كان عندنا صح يعني نسات أساتذة في الفلسفة يعني علاش ما كانش نتاج إبداع واضح يعني طافي على السطح ما 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 نش نشوفه للأسف يعني رغم أن وجود يعني إحنا متأكدين أن كان طاقات موجودة وأنا بالمناسبة ربما أنا في العاصمة متواجد مع جمعية الجزائرية نحيي الدكتور عمر بوساحة والدكتورة أمال مهوب والدكتورة خديجة ستيلي وكثير من الأسماء اللامعة يعني نتلقوا بهم يعني يبذلوا في مجهود كبير لكن للأسف يعني هذاك المجهود في زاوية في الجامعة إلى متى باش تخرج وكانت هناك تجربة حتى في الجزائر وسط متأكد أن في وين كان تول هذا اللي مستغل السلطة المستقلة السلطة الانتخابات هذه يعني كانت فيه مبادرات قبل ما تبدأ الجائحة تاع الكورونا الحق لكن هي لازمها تضافر جهود وشوي صبر وحتى شوي شجاعة دكتورة ملكة دودي وزارة الثقافة أكيد وكانت في مكتب تيبازا على ما أعتقد مكتب تيبازا صحيح وفي زبن يعني وزارتها صحيح كان دكتور يعني عمر أبو ساحة من
المستشارين. وعجبتني أن بعض الندوات وإن كان يعني ناس يعني من ملتزمين دينيا يعني سلفية ومن إيش عارف بلحا ويجي ثم ويتحاور وكذا ويطرح في ثم في الندوة يعني بكل هدوء يعني بكل أريحية ما كان يشك التناطح والصراع وكذا ومنه ومنه من يشوفه وذلك ما نريده يعني يعني كان يسر مخوف من المفروض معاش وقتها يعني مجرد أوهامي من المفروض يا أخي أنا أصبح كل شيء مكشوف لو حتى الطفل الصغير ما هو بلا ضيع عنده بورتابل يعني لو يدخل اليوتيوب يدخل الفيسبوك يدخل يشوف العالم كيفاش أنت توكية باش تحجب عليه وتحب الدين لهذه الفلسفة في زمن ذرا أصبحت تحاور الأساطير نفسها أصبح اللامنطق تحاور التصوف صحيح صحيح تحاور كل شيء فكيف يعني لا تحاور الدين يعني وهو صميم الثقافة نتاعنا جميل جدا ربما نكمله في إطار إشكالية تدريس الفلسفة لأن ما تنساشي أن حتى النمط اللي ربما اللي ماشيين فيه ثاني يعيق شوي التربوي والعام تفضل الفلسفة لم ولن تموت لأن موت الفلسفة هو موت العقل نعم وبالتالي وقع درس الفلسفة لازال كما كنت نحكي وكما راك أنت تحكي ما هو كائن الشيء اللي حكيناه ما يجب أن يكون أن لازم أن التلميذ وأن الأستاذ يفهم بأن الفلسفة ليس مادة كبقية المواد المادة الفلسفة تمتاز بخصوصية لأنها تخاطب الفكر تحتاج وتتطلب من التلميذ أنه يكون عنده تأمل فكري أنه يكون التلميذ عنده ملكة نقد ملكة فهم ملكة تحليل ملكة تفسير نجو الآن اللي واقع الفلسفة في التعليم الثانوي عندنا في الجزائر أنه إحنا الآن رانا نطبق طريقة المقاربة بالكفاءات ولكن السؤال اللي نطرحه هل هي فعلا مطبقة أم لا؟ جميل جدا. في ذات السياق بلال زيدان يقول لك تراجع الفلسفة في الطور الثانوي يعود إلى أسباب عدة منها مناهج خاوية فارغة بعيدة عن الفلسفة تلميذ يحفظ يريد النجاح ولا يريد التفلسف أستاذ يسعى لإنهاء مقرر وزارة دون أن ننسى النظرة التكفيرية للمشتغلين بالفلسفة زيد لخصها ربما صحيح وكلام كلام قالها على صواب فيه ليش لأن اليوم كي نبدأ ندرس في التلميذ ندرس في تاريخ الفلسفة في مذاهب الفلسفة صحيح. على هذيك التلميذ راه قاعد بعيد علينا في القسم جميل. التلميذ في جهة وإحنا في جهة أخرى لذلك نحتاج اليوم إلى فلسفة تخاطب الواقع تلامس الواقع تلامس فلسفة تطبيقية على رأي عثمان عيا نعم فلسفة تطبيقية عند الحق أستاذ عيا نعم حتى التلميذ يكون يشاركك في في المساعدة على حل المشكل احنا عندنا دروس أكاديمية منهاج موضوع تقريك نعطيك مثال كما ملزم تلميذ سنة ثانية ثانوي ثانية ثانوي آداب وفلسفة تقريه المشكلة العلمية والإشكالية الفلسفية يتفتح معك ويتحاور معك ويهوت معك الدرس ما شاء الله تنتقل بعد مباشرة إلى آليات التفكير المنطقي جميل جدا ربما تفضل هنا التلميذ تبدأ له في مبحث القضايا مبحث الاستدلالات المفهوم المصدق التصور الحد الحكم القضية يقول لك أصلا أستاذ توج راه قاعد يقول تتشعب عليه الأمور صحيح كيف صحيح. كيف من بعد نروحه لأنه الطريقة تاع المقاربة للكفاءات ما نقدوش نطبقوه صعيب تطبيق صحيح أستاذ عبد الغني أنا في ختام الحصة ماذا بنا ختام الحصة بسرعة فقط الأمور هذه نشكر سي عبد الرحمن اللي صاحب ميداني تحدث من ميدان الإشكالية تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي هي مرتبطة بنقاط أول نقطة هو تكوين الأساتذة زيد تكوين الأساتذة تكوين لم يكون تكوين لم يسوف في حقه من حيث تكوين الأساتذة على استراتيجية تدريس مادة الفلسفة تعليمية مادة الفلسفة الأساتذة قليل من يطبق لنا الاستراتيجيات اللي تعتمد الحوار العصف الذهني الأمور هذه اللي تقدر التلميذ يتفاعل معها وينتج احنا في التعليم الثانوي بغرب الأساتذة عارض شرح كتابة التلميذ ما يسهمش شيء آخر إشكالية عندنا في هذا التكوين متعلقنا بالأساتذة عندهم يقدمون الدروس تاع الفلسفة تقدم دروس فلسفة جافة بعيدة كل البعد على التلاميذ من ناحية نظرية الشيخ تحدثني هنا ذكر لي مثلا المفهوم المصدق كان أستاذها جانب نظري يعطيها لها بأمثلة حسية من واقع التلميذ بتسالي نحن في الفلسفة أغلب الأساتذة يعتمدوا على وضعيات ميتة داخل الأقسام وبتسالي مش وضعية حية يعيشها التلميذ حتى
تفاعلنا مع جانب الفلسفة. الجانب المعرفية في الفلسفة ما هي إلا وسائل حتى نعد بها طرائق التفكير عند التلميذ باش التلميذ يفكرنا تفكير سليم. جميل. لماذا؟ لأن من ناحية التربوية، الهدف التربوي تاعنا هو إعداد تلميذ، هذا التلميذ سيكون أب يدير أسرة، يكون مسؤول يدير مؤسسة، يدير هذا لابد أن نعلمه طرائق التفكير. راهي مسألة واحدة فيها عدة آراء، عندنا مشكلة فيها عدة آراء. حتى عندما يتواجه لنا مشكل في العمل نتاعه ولا في أسرته يتقبل آراء، يستطيع يدير كيف يدير الأزمات عدد تكثر الآراء. خولة توجه لك سؤال ذات لك أنت أستاذ عبد الغني، قلت لك لماذا الفلسفة مادة غير محبذة من قبل الطلاب ومعظمهم يعزفون عنها لحد الساعة؟ قلت لك هي جوابها الشيخ العربي، هذه من أسباب الأساتذة يعطون فلسفة نظرية ما يربطوهاش معداش علاقة بالواقع. حتى واحد الوقت ما يعطوهاش أمثلة. مثلا الوقت هنا ما يكفينيش، هنا كنا نعطيك مثال، هل مفهوم المصدق هذا اللي راهو نظري عند التلاميذ نقدروا نبسطوه للتلاميذ لكنه تبسيط ما لازمش التبسيط ياسر. لا تبسيط مش قضية مش بسطه، لازم حتى هو يخدم شيء انت تبسط له باش توصل له الفكره، هما الفكره يتفلسف. اذا كاين عندنا اشكاليه اخرى عندنا في قضيه الامتحانات اللي نضع الطلبه، هي امتحانات تكراريه ندرسوا لها قضيه بعد نرجعوها له حتى نولي يحفظوا فيها حفاظه. لا مش يحفظوا فيها حفاظه، اصبحت كاين مقالات صندار مكتوب يحفظوا فيها تجينا ولا ما تجينا يحفظ تجي تلاميذ يبدل غير الكلمات. صحيح قلت له فيهم روح تفلسف. اكيد لماذا عاش كتب فيهم روح تفلسف حتى نعطيه امتحان؟ لانه التلميذ في اشكاليه. واشكاليه اخرى عندنا في الفلسفه ما استثمرش احنا الامتحان تاع الفلسفه. نعطيك الاربع. جميل جدا. الوقت كمل لك وقت. لا مش دقيقه، ثانيه اسمح لي شوي. عندنا في الفلسفه عندنا اكثر من 600 تلميذ يمتحنوا كل سنه. لماذا هذا التلاميذ ما يكونوش عينه لدراسه عده مشاكل في المجتمع؟ اي مشكل في المجتمع نعطيه مشكل، نعطيه مشكل مخدرات، نعطيه مشكل عرف، نعطيه مشكل. جميل جميل جدا. جميل حتى التلاميذ يدرسوا هذا، قال اعطيني الاسباب واعطيني الحلول. التلاميذ حتى فلسة. مشاكل عمليه، قال الناس قاعده تحت الحيط وتتحدث ما تدير في حد شيء، فارغه شغل ولا وش بيها، نعطيه اشكاليه نحولوها حياتنا ذات. ها 600 تلميذ، اسمح لي دقيقه عبد الرحمن، ها 600 تلميذ هذا يعطوني الاراء نتاعهم، ندخلوه في المخابر نتاع الجامعه يدرسوا لنا الاراء هذه. يبدو سي عبد الغني لازم احس اخر هذه. ماذا بيا نختم، انتم تحدثتوا على الثانوي. على هذيك اليوم لو كنا نطرح سؤال، هل نحن في الامتحان نقيم كفاءة القدرة على التفكير أم كفاءة الحفظ والفهم؟ رح نلقوا أن الإجابة نحن نمتحن فهم وحفظ التلميذ. امتحانات الذاكرة. وليس للفهم. ضاعت الفلسفة وخرجت على ما. جميل جدا. دكتور حوري يعطيني كلمة على تعليم الفلسفة في الجامعة. لا كخاتمة نظن في الجامعة. يفكروا شوي في الجامعة. فتح فروع في الفلسفة وأصبحت أقرب للفلسفة إلى المهنة. وأصبح الطلبة ينادون بإثبات الفلسفة أو بفرضها انطلاقا من المهنة أو من نوع من الخبز. صحيح. وهكذا ممكن هكا تجي قيمة الفلسفة معناها من خلال تصبح تحول إلى مهنة، معناها كحاجة مهنية ويصبح روتين بعد كما قال لك إنهاء مقرر وكذا، وهذا هو يعني هما الوزارة وتقول لك كاتف لافلير المشكل في مضمون برنامج الدراسي جاف كما قال الأستاذ عبد الغني، ينفر التلميذ، لا يحبذ المادة، فيصبح براغماتي يدرسها مرغما لأجل أو يدرسها مرغما لأجل النقطة لا غير. صحيح. بالمناسبة كان طبعا فرق بين ربما العلوم الاجتماعية في الغرب والعلوم الاجتماعية في العالم العربي الإسلامي. صحيح. النسبة تاعهم الطلبة ربما نحن عندنا في الجامعة نظن 50% علوم اجتماعية 50% علوم تقنية. في الغرب اعتقادي أنه 90% علوم تقنية مهندسين وهنا. وهذا طبعا راجع للاقتصاد الدولة. جميل جدا. خالد كار يقول لك الفلسفة ليست مهنة وليست وظيفة، سبينوزا عاش مطاردا. كلمة أخيرة دكتور. الكلمة الأخيرة هي موجهة لحالة الفلسفة في المجتمع نتاعنا. احنا رانا في الجامعة بصفتنا يعني في تخصص الفلسفة نحاولوا لقد ما نستطيع
أننا نقدم للأولاد مواضيع جديدة. جميل. الراهنية في الفلسفة. نلتزموا بالراهنية ونلتزموا بالمواضيع. ما نخلوش الإنسان، لأن إحنا مثلا فكرة الفلسفة هذه اللي عندها سمعة سيئة، راهي هذه السمعة هذه أننا خلات تفكيرنا متوقف في العصور الوسطى. صحيح. أننا صحيح. نشوف أن الفلسفة هي في علاقة عداء مع الدين فقط. نستدعي ديما الصراع القديم. الصراع القديم بين الفقيه. داحس الغرب الغبرة. غبرة يعني. الفقيه حرب الفقيه والفيلسوف. دائما يتحاربوا فيما بينهم. صحيح صحيح. لكن الفلسفة أصبحت اليوم تتناول البيئة وتتناول أخلاقية المهن وتتناول أخلاقية الإعلام وتتناول تحليل النصوص، وأصبحت تستعين بالعلوم الإنسانية. مثلا التطبيقيات الإسلامية عند محمد أركون كان مطلعا على كل جديد في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والدراسات الأنثروبولوجية. وهذا ما نرجوه في الفلسفة، أن نغير نظرة الناس للفلسفة. جميل جدا. والله في الحقيقة أنا متفائل الآن، لأن نشوف أن الارتفاعات تاع مستوى مشاهدة الحصة يبان أنها عكس التوقعات، لأن قلت أن ممكن ما يعطوهاش اهتمام. ولهذا احنا استهلكنا ساعتين أو أكثر بقليل اليوم. إذن أنا سعيد جدا بحضوركم مكتب الوادي، الممثل الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية الدكتور حوري بديع الزمان رئيسا، والبروفيسور ذكروني بالأسامي سامحوني عبد الفتاح السعيدي أمين العام، شكرا جزيلا. وكذلك الأستاذ جوادي عبد الرحمن أيضا عضو في هذه الجمعية. سعدت بحضوركم جميعا ومشاركتكم في حصة دردشة اليوم. شكر موصول لأستاذنا الكبير سي عبد الغني عوينات. إذا نشكر كل من تابعنا وتواصل معنا وعلق. لم نستطع قراءة كل التعليقات للأسف، الوقت دهمنا. شكر موصول لكم جميعا. فتحي على العارضة التقنية. نلتقي في مواعيد لاحقة بحول الله.